يا صباح الفل على حضراتكم، واهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد ان شاء الله من صباح اون تايم، بنكون موجودين فيه لمده ساعتين وكل اكيد الاخبار والاحداث الرياضيه. منورني النهارده طبعا زميلتي فرح علي. صباح الفل والسعاده والفرح. كده احنا كده بنقطع على بعض. لا خالص، ده انا يعني ده انت جايبه كركديه، ده انت حاطه في الكوبايه كركديه، ده انا لازم اصبح عليكي. انت بتهزري. صباح الفل عليك يا يحيى، ودايما بكون سعيده يعني بوجودنا مع بعض. وصباح الفل على حضراتكم جميعا، يا رب النهارده الحلقه تكون خفيفه عليكم. عندنا مجموعه مختلفه من الفقرات والاخبار ان شاء الله في صباح. اكيد عايزين نبتدي مع حضراتكم كلامنا بالارصاد الجويه، ونطمن معاكم على حاله الطقس وحضره الهيئه العامه للارصاد الجويه من استمرار الموجه البارده اللي اجتاحت طبعا كل البلاد، وبتشهد انخفاض في درجات الحراره النهارده الاثنين. طبعا الكلام ده هيكون لحد يوم الاثنين المقبل ان شاء الله. هيكون في حاله طقس بارده جدا نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء ومائل البروده على جنوب الصعيد، شديد البروده ليلا على كافه الانحاء. ده شيء مش جديد، احنا كل يوم في الصقيع. طبعا في كمان صقيع على وسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء. اعتقد يعني حاله الطقس بشكل عام كلكم حاسين انه في انخفاض شديد في درجات الحراره، وهنقول مع حضراتكم درجات الحراره النهارده. درجه الحراره هتكون الكبرى 16 والصغرى 6، يعني الستة دي طبعا هيكون برد قارص شديد البرودة. بكرة إن شاء الله من المتوقع أن تكون برضو درجة الحرارة 17 الكبرى والصغرى 7، مع وجود شبورة مائية. الناس كلها طبعا تخلي بالها صباحا، الناس رايحة شغلها أو مسافرين على الطرق الزراعية أو الصحراوية، أيضا على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. وطبعا كل المناطق اللي بنتكلم مع حضراتكم عليها دي لازم نخلي بالنا كويس جدا. أول حاجة نلبس تقيل، تاني حاجة نخلي بالنا وإحنا سايقين، لأنه كمان الشبورة صباحا أعتقد يعني الناس اللي رايحة شغلها أكتر ناس بتكون متضررة صباحا. أنا سقعت وأنا قاعد جنبك وأنت بتقري الخبر الصراحة، يعني أنا عايز حد يقول لي درجة حرارة الاستوديو الأول كام قبل ما نشوف درجة حرارة اللي بره كام، لأن الجو فعلا يعني كمان الشبورة منتهالي. الأيام اللي فاتت ما كانش فيها شبورة كتير، بس الأيام اللي جاية ممكن الدنيا أعتقد 6 و7 ده الصغرى قليل قوي. زودي كركديه بقى الفترة الجاية. أيوة. عشان الدنيا الدنيا مش حلوة، والأيام اللي جاية الدنيا برد جدا، فياريت فعلا الناس تخلي بالها طبعا. طيب يعني خلينا نروح لتصريح وتعليق، بنجيب لحضراتكم تصريح وبنتكلم مع حضراتكم فيه. عندنا تصريح وتعليق لأكرم توفيق. أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بنتمنى له أكيد العودة مرة تانية سريعا بإذن الله. واتكلم عن أن محمد صلاح وجميع اللعيبة عرضوا عليه مساعدتهم ووقفوا جنبه وسندوه، والمنتخب بأكمله زي إخواته، وخاصة حمدي فتحي وعمرو السولية. وأكيد مهم جدا الدعم النفسي في الأوقات دي، لما يبقى عندك إصابة بالشكل ده في توقيت صعب جدا، في توقيت كأس الأمم الإفريقية، وكان عنده حلم كبير جدا، سواء حلم احتراف ممكن يكون من بوابة الأمم، من بوابة كأس الأمم الإفريقية يخرج لأي نادي، فبيبقى التوقيت ده صعب على أي لاعب ممكن يتحمله نفسيا. فكويس إن أنت بتتكلم، لازم زمايلك يكونوا بيسندوك في المنتخب. مهم جدا فرح إن يكون في مساندة نفسية قبل اي حاجه، قبل اجراء طبعا. حتى عمليه الرباط الصليبي متهيألي نفسيا تبقى جاهز، بترجع اسرع كمان. عايز اقول لك كمان يا يحيى ان ده اكتر توقيت اللعيبه عموما بتحتاج يعني الناس كلها تبقى واقفه جنبهم طبعا. نفسيا خصوصا لما بيكون نجم، يعني اكرم توفيق بصراحه من اللعيبه اللي قدر ان هو يشتغل على نفسه في وقت قليل جدا، وكمان عنده طموح عالي، من الناس اللي كمان يعني من بعيد قوي جه وحجز مكانه اساسي سواء كان في النادي الاهلي او المنتخب المصري. اعتقد ليه كل التحيه والتقدير طبعا. وده اكتر توقيت لما بيكون خلاص انت على اعتاب ان يجي لك كمان عروض اوروبيه، وكان في كلام انه اكرم توفيق ممكن يجي له عروض، كان في كذا حد هيشوفه في كاس الامم. صحيح، بتكون صعبه جدا طبعا. نفسيا على اللاعب، فاعتقد ان ده شيء يحترم من كل زمايله، مش شيء كمان بعيد او غريب عنهم وعن نجوم المنتخب المصري وعن زمايله في النادي الاهلي، ان كلهم بيكونوا بيسندوه ويكونوا واقفين معاه. نروح مع حضراتكم كمان واستكمالا لفقره تصريح وتعليق لنجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الكابتن اشرف قاسم. قال في تصريح مفاجئ: حالتي تشبه حالة مؤمن زكريا، وأعاني من مرض مزمن في الأعصاب، لم أكن أرغب في انتشار الأمر في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يعتقد أي شخص أنني أتاجر بمرضي.
أعتقد يعني يا كابتن أشرف طبعا في البداية ألف مليون سلام على حضرتك، ويا رب تقوم بألف سلامة وترجع تاني بصحتك ويعني العافية الكاملة ليك يا رب إن شاء الله، وتكون متواجد وتكون بتدرب وتكون موجود في كل مكان بصحتك بإذن الله تعالى. ولكن اللي أنا عايزة أقوله إنه يا كابتن أشرف يعني محبة الناس دي يعني ما بتشتراش، محبة الناس دي كده في القلوب، وحضرتك قدمت تاريخ كبير جدا على مدار نادي الزمالك ومنتخبنا المصري من غير يعني أي حاجة خالص، ولا هو تعاطف ولا إنه الناس تفتكر إنه دي متاجرة، بل بالعكس الناس بتحب حضرتك، وإعلان مرض حضرتك ده يخلي الناس تقف جنبك وتسندك معنويا عشان ده دورهم وواجبهم، زي ما حضرتك كمان ياما اديت نادي الزمالك وياما اديت منتخبنا المصري، ده دور كل الجمهور المصري في كل مكان، والناس كلها تدعي لك، ونقول لحضرتك ألف مليون سلامة عليك. مليون سلامة طبعا للواحد من نجوم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني كابتن أشرف ياسين، بنتمنى له ألف سلامة. ودايما نفس الجزئية فرح اللي كنا بنتكلم فيها على أكرم توفيق والدعم النفسي، هي كنت لسه عايز أقولك إن هو أي حد بيستنى دعم نفسي في أي مشكلة، سواء في مرض أو عندك مشكلة في حياتك، فأنت بتستنى، مهم جدا الدعم النفسي بالنسبة لك، لأن هو هيفرق معاك في تحسن حالتك الصحية، بيقدر يخليك تجتاز الفترة دي، بتعرف تقف على رجلك حتى لو أنت المدة الزمنية اللي ممكن تتعافى فيها 6 شهور ممكن بتتعافى أسرع بكتير جدا حب الناس كل حاجة كل حاجة. فيعني بنقول طبعا لكابتن أشرف ياسين مليون سلامة، والكابتن مؤمن زكريا، وأي حد يعني عنده مرض أو بيعاني من أي مرض بنتمنى له العودة مرة تانية بإذن الله أحسن وأفضل من الأول 100 مرة، وإن شاء الله يعني ما تشوفش أي حاجة وحشة بإذن الله يا رب بإذن الله. هنروح مع حضراتكم دلوقتي بقى عن نتكلم كده عن مباريات اليوم في كاس الرابطة، ونستعرض معاكم أبرز المباريات. إن شاء الله المباريات هتبتدي الساعة 2:30 الظهر، أول مباراة هتكون ما بين إيسترن كومباني والاتحاد السكندري، كمان في مباراة تانية هتكون في نفس التوقيت ما بين فريق بيراميدز والمصري البورسعيدي، أما الساعة 5 مساء هتكون في مباراة ما بين فريق فيوتشر ومصر للمقصة. طيب 3 ماتشات النهارده في كاس الرابطه اللي الناس كتير اختلفت عليها فرح، ما بين بطوله وديه وما بين بطوله رسميه وما بين انديه عايزين واخدين البطوله على الطابع الجدي جدا وعايزين ياخدوا البطوله عشان اول نسخه ليها، وانديه تانية بتجرب وشايفين مكاسب البطوله من ناشئين من طريقه لعب من كل ايا كان بقى، كل مدير فني وكل مجلس اداره نادي عنده تفصيله غير التاني. ولكن اولا واخيرا احنا كمشاهدين وكاعلاميين مستمتعين بكاس الرابطه، بنتفرج على ماتشات بنشوف ماتشات كويسه جدا، فنتمنى كده ان الماتشات تصاعديا كمان يبتدي الموضوع يختلف شويه. طيب خلينا نتكلم عن نتائج ماتشات امبارح في كاس الامم الافريقيه، واهمهم منتخبنا الوطني امام منتخب السودان، بيتفوق منتخب مصر بنتيجه 1-0 طبعا على منتخب السودان امبارح، غينيا بيساو ونيجيريا، نيجيريا بتكسب امبارح 2-0 غينيا بيساو. الموضوع لو بتتكلم عن منتخبنا عندنا تفاصيل كتير وعندنا كلام كتير هنتكلم فيه مع حضراتكم انا وفرح طبعا على مدار الحلقه كده بالتفصيل، فنيات ايه اللي حصل، ايه اللي مش مرضي للجماهير المصريه، ولكن من خلال حلقتنا ان شاء الله. طيب نروح مع حضراتكم كمان بقى لمباريات اليوم. مباريات اليوم هتكون النهارده موعدها ازاي ان شاء الله بالنسبه للمنتخبات وكاس الامم الافريقيه، هتكون في مباراه الساعه 6 مساء، زي ما بنقول لحضراتكم دايما هنا المجموعات مبدا تكافؤ الفرص لازم تكون المباريات في نفس التوقيت، هيكون في مباراتين بالنسبه للمجموعه اللي بتكلم حضراتكم عليها، هتكون الساعه 6 مساء ما بين منتخب سيراليون وغينيا الاستوائيه، هتكون في مباراه ثانيه ايضا ما بين كوتيفوار والجزائر، واعتقد يا يحيى المباراه دي نار المباراه اللي الناس كلها مستنيينها جدا طبعا يعني المباراه دي ان شاء الله برضه هتكون الساعه 6 مساء، اعتقد مين هيتفرج بقى على سيراليون وغينيا الاستوائيه في نفس التوقيت، يعني هتلاقي نتابع النتيجه بس الانظار كلها طبعا جزائر وكوت ديفوار، ولان انت بتتكلم منتخب الجزائر ما هيبقى اصلا مضغوطين جدا عايزين ياخدوا 3 نقط، ماشيين من اول ماتشين بنتائج سيئه جدا، والجمهور الجزائري اصلا لوحده يعني على طول صحيح، واليوم تصريحات بيقولوا بما ان هي بمثابه نهائي بالنسبه طبعا لهم. انت لازم تكسب ولازم تادي، وجمال حتى جمال بالماضي لما طلع اتكلم في اكتر من مؤتمر قال احنا الدنيا ما خلاص ما خلصتش يعني، وعندنا لسه ماتش وقادرين نكسب، فلا النهارده ماتش تكسير عظام يعني صحيح، يعني اعتقد انها تكون متعه كرويه شديده. نروح مع حضراتكم ايضا لباقي المباريات، هيكون في نفس التوقيت ايضا في مباراتين تانيين، مباراه منتخب مالي وموريتانيا هتكون الساعه 9 مساء، وايضا منتخب جامبيا ومنتخب تونس هتكون الساعه 9 مساء، اعتقد مباراه منتخب تونس هتكون يعني قاسيه شويه عليهم يا يحيى بعد اعلان حالات الاصابه بفيروس كورونا،
بشكل كبير جدا، عندهم 7 حالات بالإصابة وكلهم نجوم. بنتكلم عن علي معلول، بنتكلم عن غيلان الشعلالي، يعني النجوم كتيرة جدا بصراحة، يعني هيأثروا بشكل كبير مع المنتخب أكيد النهارده. أكيد طبعا احنا بنتكلم يعني في ناس، في منتخبات كتير تأثرت بالكورونا أكتر من اللي عنده إصابات عضلية. يعني صحيح. ممكن يكون عندك عندنا في منتخبنا إصابة أو اتنين، فتوح أو الونش، ولكن يعني احنا الحمد لله ربنا يبعد عندنا بس الكورونا عن منتخب مصر. في منتخبات تانية بتتأثر بشكل كبير جدا من كورونا، هو يعني النهاردة تونس بتلعب ناقصة كتير جدا، عندها مباراة مع جامبيا، فكل دي تفاصيل اعتقد يعني ربنا يبعد عن منتخبنا بس فكرة الـ الكورونا ان شاء الله. طيب الناس بتسأل دلوقتي مين هو منافس منتخب مصر في دور ال 16 لكأس الأمم الإفريقية. خليني احكي لكم كده الموضوع. تأهل منتخب مصر خلاص لدور ال 16 في المركز الثاني. المركز الثاني ده مخلي مصر في مواجهة متصدر المجموعة الخامسة اللي بتضم مين؟ جزائر، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، وسيراليون. وده اللي مستنيه منتخب مصر، ده اللي هنعرفه النهارده. هنشوف الدنيا ممكن هتكون بتمشي ازاي. ترتيب المجموعة الخامسة لحد دلوقتي كوت ديفوار في الصدارة باربع نقاط، وغينيا الاستوائية 3 نقاط، وسيراليون نقطتين، والجزائر نقطة وحيدة بتتزايل المجموعة. النهاردة لسه الدنيا زي ما كنا بنتكلم أنا وفرح، ماتشات جزائر كوت ديفوار، ماتشين ماتش مهم جدا، مستنيين نشوف إيه اللي ممكن يكون بيحصل. مش عارفين مين اللي ممكن تكون بنقابله في الدور 16. يعني تتوقع مين أو تتمنى مين يا يحيى؟ اتمنى حد من الاثنين. يعني انا عايزه اقول لك ان حتى منتخب سيراليون بعد ما الناس كانت بتتمنى يعني هو مش عايز اتمنى سيراليون لان هو برضه مفاجاه لينا كلنا يعني. فاتمنى تعرف ان انا ما بخافش غير من المنتخبات دي طبعًا. يعني زي جزر القمر وسيراليون، المنتخبات دي بتكون جداً. يعني بتلعب بقوه وشراسه شديده جدا طبعًا. واكتر منافسين ممكن يتخاف منهم بشكل كبير جدا، لان بيكون عندهم نهم واصرار وعزيمه ان هم يوصلوا لحاجه لاول مره. فاعتقد طبعا ان المنتخب حتى سيراليون يعني وارد جدا ان هو يتالق بشكل كبير جدا في الادوار القادمه. طيب نروح مع حضراتكم للمنتخبات المتاهله لدور ال 16 في كاس الامم الافريقيه. حتى هذه اللحظه نستعرض معاكم منتخب الكاميرون وبوركينا فاسو والسنغال وغينيا والمغرب والجابون، نيجيريا ومصر. دول هم المتصدرين وأصحاب الوصافة للمجموعات. وطبعا في مصعد منتخب الرأس الأخضر وملاوي كأفضل توالت لحين طبعا حسم المقاعد المتبقية بعد ما نتابع مع حضراتكم مباريات اليوم. بيتأهل لدور 16 متصدر ووصيف كل مجموعة علشان يكونوا 12 منتخب، ده طبعا بالإضافة لأفضل 4 توالت في المجموعات. يعني كان عندنا كمان غينيا كتير قوي في البطولة، غينيا 3 غينيا غينيا بس لا في في 3 بس وغينيا في 3 غينيا وغينيا الاستوائية في 3 غينيا في البطولة يعني. ولكن بنتمنى والله يعني أنا كان نفسي يبقى أنا كمنتخب مصر منتخب قوي جدا، ونفسنا نقابل جزائر كوت ديفوار. يعني حلاوة الماتشات مش هنفضل دايما بنتمنى فرح اللي هو إيه، يا رب نقابل منتخب نمشي جنب الحيط، يا رب نقابل منتخب نكسب 1-0 ونطلع. لا احنا محتاجين نقابل منتخبات قوية عشان تحس بقيمة منتخب مصر وتعرف الروح والحمية اللي عند اللعيبة موجودة ولا لا. كل دي حاجات بتحط منتخبك إن أنت تبتدي تكون فخور وباصص عليه. مش هنفضل صحيح. دايما بقى احنا اصلا مجموعتنا يا يعني احنا لما بنتذكر التاريخ بنتذكر التاريخ ببطولات بفرق بمنتخبات بلعيبه. يعني لما بتيجي ترجع ورا وتتكلم في 2006 و2008 و2010 بتيجي تفتكر سونج، وبتيجي تفتكر دروجبا، وتيجي تفتكر زيدان، وتيجي بتفتكر نجوم واسماء طبعًا. وحالات كرويه كانت مع نجوم كبار. يعني بتتكلم مع كوت ديفوار، بتتكلم مع نجوم كبار جدا، ما بتتكلمش ان انت بتبحث عن المنتخبات اللي لسه ممكن تكون يعني في بدايه مشوارها الافريقي. لا ده شيء مش جيد اكيد لينا. اكيد احنا مجموعتنا السودان ويعني ونيجيريا وغينيا بس، يعني نيجيريا هي اللي ممكن المنتخب اللي كان قوي، السودان مش المنتخب اللي تقيس عليه ابدا صحيح. ولا حتى غينيا بيساوي المنتخب اللي تقيس عليه قوه منتخب مصر. فاتمنى ايا كان بقى مين المنتخب اللي انت هتقابله في دور ال 16، نتمنى من منتخبنا احنا شكل تاني او شكل مختلف باذن الله. طيب خليني برضو اقول لحضراتكم ماتشات خلاص تم تحديدها، ثلاث ماتشات تم تحديدها بدور ال 16 في امم افريقيا. بوركينا فاسو طبعا وصيف المجموعه الاولى امام الجابون، ووصيف المجموعه الثالثه في 23 يناير الجاري في تمام الساعه 6 مساء، وتقرر خلاص مواجهه منتخب المغرب متصدر المجموعه الثالثه امام ملاوي صاحب المركز الثالث في المجموعه الثانيه 25 يناير الجاري في تمام الساعه 9
مساء، والسنغال متصدر مجموعته. المجموعة الثانية هيقابل كاب فيردي يوم 25 يناير الجاري في تمام الساعة 6:00 مساء. دي يعني خلاص الماتشات اللي اتحددت، يمكن الفرح وعرفنا شوية تفاصيل. مستنيين النهاردة باقي الماتشات اللي هتتلعب النهاردة عشان نقدر نشوف منتخبنا هيكون بيلعب إن شاء الله مع مين بإذن الله في اللي جاي. طيب نروح مع حضراتكم دلوقتي نستمتع معاكم بتقرير صوتي عن مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. شفنا منتخبات الواحد ما كانش حاطط في الحسبان ان هو ممكن يكون منتخب القوي، المنتخب اللي ينافس، المنتخب اللي يصعد حتى لدور 16، ولكن شفنا مفاجآت كتير في دور المجموعات. خلينا نروح دلوقتي لأكيد ناس كتير عايزه تقول رايها في ماتش امبارح، والناس كل واحد عنده وجهه نظر، وده اللي معانا في سؤالنا في اللعبه. سؤالنا النهارده، رايك في اداء منتخب مصر امام منتخب السودان امس؟ كل واحد عنده اكيد تفاصيل، كل واحد اكيد عنده وجهه نظر مختلفه عن الاخر، وهنقرا كده كل وجهات النظر على السوشيال ميديا في اخر حلقتنا ان شاء الله. مشاهدينا الفاصل وراجعين بعد الفاصل، تكرموا دايما بالبقاء معنا. طبعا برحب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم، واكيد عندنا اخبار كتير وعندنا تفاصيل كتير، واكيد متهيألي فرح اهمها منتخبنا الوطني ومباراته امبارح امام السودان، وكان في تفاصيل امبارح كتير يمكن الناس كانت بتتكلم فيها. تفاصيل كتيره جدا يا يحيى، هنتابعها طبعا مع كل الناس النهارده، كل ده هيكون في فقرتنا اون فاير نيوز. نبتدي مع حضراتكم اول اخبارنا بنجم من نجوم المباراه طبعا، وهو احمد حجازي، واللي حصل مدافع منتخب مصر احمد حجازي على جائزه افضل لاعب في مباراه السودان، واختارت اللجنه المنظمه احمد حجازي مدافع الفراعنه افضل لاعب في المباراه. وطبعا فاز حجازي خلال المباراه بثلاث التحامات ثنائيه من اصل اربعه، وفاز بنسبه 100% من الالتحامات الهوائيه 6 من 6. كمان حصل حجازي على خطأ لصالحه وأرسل 40 تمريرة صحيحة من 55 بدقة تمرير 73%، وأكمل مراوغة واحدة بشكل ناجح بنسبة 100% علشان يتأهل الفراعنة لدور 16 من البطولة في انتظار متصدر المجموعة الخامسة بإذن الله. طيب خلينا نروح يا فرح لحجازي ونشوف حجازي قال لي كده بعد المباراة وبعد اختياره طبعا كأفضل لاعب في مباراة أمس أمام منتخب السودان، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، معانا واحد من نجوم منتخبنا الوطني كابتن احمد حجازي، برحب بيك في اون تايم سبورتس. بالتاكيد روح جديده النهارده موجوده داخل معسكر منتخبنا الوطني، وفي المباراه اللي فاتت والمباراه النهارده 6 نقاط متتاليه بتصالحوا كل الجمهور المصري. لا الحمد لله الروح موجوده على طول، الروح الايجابيه موجوده على طول، يعني حتى من بعد اول مباراه كان النتيجه مش احسن حاجه ولا ده مش احسن حاجه، تعهدنا ان احنا نأدي مباريات الجايه كلها كويسه وبروح كويسه، يعني النهارده اعتقد ان احنا كان في ممكن يكون النتيجه احسن من كده، ادائنا احسن ان شاء الله، الفتره الجايه تكون احسن ويكون حاجه ان شاء الله تسعدنا وتسعد الشعب المصري كله باذن الله. يعني حجازي هو قلب الاسد في الدفاع المصري، طالما موجود حجازي نبقى مطمنين دايما على خط الدفاع. شايف المفاجات اللي بتحصل في البطوله ازاي مع المنتخب الجزائري والمنتخب الغاني، منتخبات كبيره جدا؟ لا طبعا احنا كنا يعني شفنا اخر يومين او ثلاثه في البطوله كان فيها مفاجآت كتير، فرق كبيره طلعت من البطوله، طبعا كنا حريصين جدا جدا ان احنا ما يحصلش ده معانا. منتخب السودان منتخب صغير وفريق كان الاعمار صغيره، وفريق كان يعني قدم مباريات كويسه للمباريات اللي فاتت، وكان لحد اخر ثانيه بيلعب في مباراه نيجيريا، فكنا حريصين جدا جدا ان احنا نطلع بالنتيجه كويسه ونأدي ونحترم الناس كلها، وده المهم بالنسبه لنا. والحمد لله يعني كل اللعيبه الحمد لله ادت بروح كويسه جدا وبداء كويس، وان شاء الله ان شاء الله طبعا احنا عارفين ان عندنا احسن، وعارفين ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه تكون احسن بالنسبه لنا. خلاص ما بقاش في فريق كبير وفريق صغير في البطوله، تتمنى تقابل مين في دور ال 16؟ زي ما قلت لك ما فيش اي فريق في افريقيا بقى صغير، كل الفرق عندها لعيبه كويسه ولعيبه مميزه، كل الفرق بقت منظمه، شفنا كل احسن فرق في افريقيا بتعاني قدام فرق اول مره تشارك في البطوله، فده بالنسبه لنا احنا يعني مؤشر ان احنا لازم نعمل حساب كل مباراه ونحضر لها كويس، وايا كان المنافس اللي هننافسه بدل وصل لدور ال 16 اكيد هيكون منافس قوي ونقدر نستعد له كويس. شكرا لك. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، ده كان لقائنا مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني كابتن احمد حجازي، بالتاكيد العوده مره اخرى للاستوديو.
بعد ما استمتعنا مع حضراتكم بلقاء نجم من نجوم طبعا منتخبنا المصري وهو نجم الدفاع احمد حجازي، تعالوا كمان نشوف كده اخر التصريحات ولقاء خاص مع المدير الفني لمنتخبنا الوطني مستر كارلوس كيروش، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الان العمل الحقيقي يبدا، الان المنافسه تبدا. المباراه 90 دقيقه وهم يلعبون بنفس الطريقه، كرات طويله للامام وهجمات مرتده. كان من المفترض أن نسجل 5 أهداف. الآن كأس الأمم الإفريقية الحقيقية تبدأ، وكل شيء للفائز ولا شيء للخاسر. نحن نريد أن نواجه الفريق الأفضل، ولا يمكن أن نكون الفريق الأفضل بدون أن نواجه الأفضل. ما هي رسالتك لجماهير الكرة المصرية؟ أقول لجماهير الكرة المصرية، ليس المهم كيف نبدأ، ولكن الأهم كيف ننتهي. المرحلة السابقة كانت إحماء جيدا في مرحلة المجموعات، وأقول لهم ثقوا في اللاعبين والعبوا 90 دقيقة بتركيز كامل. اليوم اللاعبون لعبوا 90 دقيقة بتركيز كامل أمام فريق يسدد الكرة الطويلة للأمام كلما استلم الكرة، ولكن 90 دقيقة بتصميم كامل. وأتمنى في المباراة القادمة أن نسجل 5 أهداف. ما رأيك في النتائج الغريبة للجزائر وغانا؟ أنا لا أهتم، أنا لا أهتم إلا بفريق مصر، ولكن هذا يوضح أن كرة القدم ليست لعبة بلاي ستيشن ولا تلعب طبقا للكتاب. هذه منافسات قوية والنتائج كلها قريبة من بعضها البعض. تصريحات الراجل دايما لينا احنا كشعب مصري بنشوفها بشكل مختلف. هو الراجل شايف ان هو مش مهتم غير بمنتخب مصر ومركز مع منتخب مصر، بيتكلم في ان انت كاس الامم الافريقيه بيعتبرها هتبدا من الدور ال16، ولو اني اعتقد يعني كل الماتشات اللي فاتت كنا محتاجين نطمن بس على شكل منتخبنا الوطني، ولكن اولا واخيرا احنا دورنا ان احنا بنساند وبندعم منتخب مصر لحد ما نشوف هنوصل لحد فين. خلينا نروح كمان للقاء مع محمد ابو جبل حارس مرمى منتخب مصر، نشوفه قال ايه بعد اللقاء ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الحمد لله، يمكن كنا محتاجين المكسب ده، مكسب مهم بالنسبه لنا بالنسبه للمجموعه. الحمد لله تاهلنا، بنبارك لكل الناس اللي جت شجعتنا سواء في مصر او هنا. احنا بنتعب عشان نخلي الناس مبسوطه، فان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله. اكيد يمكن الموضوع كان صعب عليا في البدايه، لكن الحمد لله قدرت ان انا اتعافى بسرعه وارجع للمنتخب، انضم للبعثه، والحمد لله ربنا وفقنا الماتش اللي فات والماتش ده. فالحمد لله رب العالمين، يعني اتاهلنا، وبقول للناس كلها الف مبروك. ان شاء الله نتمنى اللي جاي يكون افضل بالنسبه لنا باذن الله. اكيد اكيد الحمد لله، يمكن احنا كلنا قريبين من بعض جدا. الكابتن عصام يعني شخص محترم ومدرب محترم، كلنا بنحبه، وطبعا هو تاريخه مثال يحتذى به في افريقيا كلها بالنسبه لحراسه المرمى. فالحمد لله رب العالمين. بطوله افريقيا بالنسبه لاي حد حدث مهم في افريقيا كلها، ما بيجيش غير كل فتره. فكنت كان عندي الاحساس من جوايا ان انا عايز اكون موجود باي طريقه، لكن الحمد لله قدرت ان انا اتعافى بسرعه الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وقدرت الحق بالمنتخب، والحمد لله ربنا كرمنا بصعود النهارده، وان شاء الله نتمنى القادم يكون افضل باذن الله. ومنتهى الصراحه، تتمنى منتخب مصر يقابل مين في دور ال16؟ مش هتفرق بالنسبه لنا والله، مش هتفرق بالنسبه لنا، لان كل الماتشات صعبه بالنسبه لنا، كل الماتشات صعبه، واحنا دايما بننزل مركزين. اهم حاجه بالنسبه لنا المكسب عشان خاطر نعدي الادوار اللي جايه. اكيد طبعا الجمهور المصري دايما عايز يشوف منتخب مصر دايما في القمه ودايما في البطوله في نهائي البطوله، فده من حقهم، وان شاء الله نوعدهم بيه باذن الله. عودة لحضراتكم مرة تانية، وبعد ما استمتعنا مع لقاءات نجوم منتخبنا المصري، تعال دلوقتي نشوف كمان رأي نجم من نجوم منتخبنا المصري السابق ونجم النادي الأهلي الكابتن ياسر ريان، هيكون معنا دلوقتي في لايف في صباح أون تايم. بنصبح على حضرتك يا كابتن ياسر، صباحك زي الفل. صباح الخير يا فرح، صباح الخير يا يحيى. صباح الفل يا كابتن ياسر، ومنورنا ودايما كده بنسعد بوجود حضرتك معانا. اوكي كابتن ياسر، انا بكل اسبوع معاكم اهو، كل اسبوع انا بقيت معاكم على الهواء. انت كابتن ياسر منورنا، انت خلاص انت جزء من البرنامج يا كابتن ياسر. ودايما يعني بنستنى اراء حضرتك اكيد بخصوص منتخبنا المصري، سواء اذا كان ما قبل المباراه او ما بعدها، فطبعا بيسعدنا ويشرفنا نعرف راي حضرتك يا كابتن ياسر. يعني كان لينا لقاء قبل كده وحضرتك كنت متحفظ جدا على اداء منتخبنا المصري، وكان ليك تعليق على سواء اذا كان اللعب في التشكيل او كمان في مراكز اللعيبه، ولكن امبارح نقدر نقول
من وجهة نظر حضرتك لحد قد ايه نبتدي نكون مطمنين، ولحد ايه الامور ابتدت ان هي تتعدل شوية او الملعب ابتدى يتعدل؟ بص يا فرح، هي المشكلة الوقت انا بفتح اول ما بصحى الصبح كده بفتح المواقع والسوشيال ميديا، فبلاقي انتقادات قوية جدا على المنتخب المصري، واحنا اللي بننتقد، واحنا اللي بنهم يعني عارفة بنهدم المنتخب مصر بشكل. انت لو بصيت على منتخب الجزائر، بصيت على منتخب السنغال، بصيت على منتخبات كتير جدا في البطولة، الاداء احنا بقناش عارفين هل الاداء ده هو الاداء ده هيبقى على الكل كده، ولا الفرق اللي احنا بنقول عليها ضعيفة هي اللي بقى قوية، ولا المستوى بقى متقارب. لكن احنا مش عايزين نوقع منتخبنا ماشي بخطوات كويسة زينا زي غيرنا، احنا مش لازم نبقى التوب بتوع المجموعات كلها، يعني احنا ادائنا يعني احسن من اداء فرق تانية. هاي النتائج مش مساعدنا شوية، يعني الناس الشعب المصري عايز ايه؟ نكسب السودان 4-0، نكسب غينيا 5-0، نكسب، مش كده في كرة القدم. كرة مفهومة بتغير تماما، والدنيا مش عايزين كل شوية نقول الاداء وحش. يعني انا صحيت النهاردة برضو مكتوب محمد صلاح، مين اللي يتكلم على محمد صلاح ده؟ الاحترام اللي كلهم اللي بنتقلوا محمد صلاح. محمد صلاح وجهه مشرفه لمنتخب مصر، محمد صلاح هو اللي فارق مع منتخب مصر، محمد صلاح هو اللي بيخلي الفرق اللي قدامك تعمل حساب لمصر، مش تقلان في اللعيبه اللي موجوده، بس انت معاك لعيب من احسن اللعيبه في العالم بيتعمل له مليون حساب. مباراه السودان انت بتلعب منتخب ما بيلعبش كوره، انا هتكلم بقى بلغه العامه بتاعتنا، السودان بتلعب اجريسيف على رجلين اللعيبه، انا لعبت ضدهم قبل كده صح. ما بيلعبوش كوره، هما لو بيلعبوا كوره الماتش هيطلع بشكل احسن من كده. لكن انت لو بصيتي اي حتى اعتراضاته من امبارح على الحكم اعتراضات مش شكل تليق بفرق الكوره. انا بكلمك بامانه، لكن انت بتتكلم عن منتخب طبعا لازم لعبتنا كانت تحافظ على رجلها امبارح، انا عارف ولعبت ضدهم كتير سواء مع انديه سواء مع منتخبات الهلال السوداني والمريخ السوداني ومنتخب السودان، انا لعبت ضد الثلاثه دولت بيلعبوا كلهم على اناق الرجل، فكده ما ينفعش. فانا اللي انا اطلع احافظ على واحد زي محمد صلاح طبعا احافظ عليه، احافظ على بقيه اللعيبه زي، وانت شفت امبارح التدخلات بتاعتهم العنيفه، مش ما كانوش بيلعبوا على الكوره. فاحنا مش عايزين ننتقد اللعيبه بتاعتنا بدون ذنب. امبارح عدينا الغرض اللي احنا عايزينه، وصلنا الدور اللي احنا عايزينه، اي نيجيريا الاول واحنا الثاني، بس لا يعنينا. احنا اللي بيلعب على بطوله يا فرح بيبقى ما بيبصش هلاعب مين بعد كده، اللي راح يلعب على بطوله ده هيلاعب المغرب لازم اكسبه، هيلاعب الجزائر ايا كان هو صحيح. مين اللي هيلعبه. فاحنا منتخب مصر، فاحنا مش عايزين كل شويه نطلع احنا المحللين بتوعنا اطلع الاقي ماسكين اللعيبه كلها واحد واحد، ده ما يلعبش منتخب مصر، ده يسافر على الدوله بتاعته، ده مش عارف. ما فيش كده يا جماعه. اما نيجي ننتقد، انا قلت قبل كده انا بزعل من انتقادات، انا ما نيجي ننتقد بشكل بناء شويه، احنا بنلعب على بطوله، بعد ما نطلع من البطوله نقول بقى سلبياتنا كانت ايه، ايجابياتنا كانت ايه، ايه اللي ناقصنا والنواقص بتاعتنا ايه المفروض إيه؟ وبعد كده نستدعى اللي نسترعاه وما نسترعاش اللي احنا مش عايزين نجيبه. لكن اللي انا شايفه ده هجوم عنيف على منتخب مصر، احنا مش كده، احنا بنلعب باسم مصر مش بنلعب باسم انديه. فانا شايف الثلاث مباريات اللي احنا لعبناهم بعتبرهم ده دور تمهيدي لينا، وصلنا للهدف اللي احنا عايزينه. اي الاداء ممكن يكون مش راضي البعض مننا، لكن انا كمدير فني او يعني اللي موجود مستر كورش والجهاز اعتقد النتيجه، وانا شفت التصريحات دلوقتي سمعتها من خلالكم، لا يعني الراجل بيتكلم بشكل منطقي، يعني مش مفيش فيه حاجه يعني. كابتن ياسر يعني هتكلم معاك في جزئيه تانية، وهي ثلاث لعيبه اللي في خط وسط منتخبنا الوطني، سواء السوليه اللي على الدايره او النني او عبد الله السعيد. ناس انتقدت عبد الله السعيد في اول مباراه، ولكن عبد الله يمكن امبارح عمل شوط مميز مع منتخب مصر، وجود السوليه على الدايره 6 شايف ده في صالح منتخب مصر؟ بص، هي المشكله اللي مقابلنا مع مستر كروش هي دي النقطه الخلاف اللي احنا محبين للكوره وهو كراجل مدير فني، انا هلعب ب 4-3-3 ولا هلعب ب 4-2-3-1 معايا؟ المشكله اللي بيقابلنا يحيى الجزء الامامي ده فيه بين لغه الكوره لغه لخبطه شويه صح، يعني في اوقات الاقي انا مش عارف احنا بنلعب عبد الله السعيد تحت محمد مصطفى محمد ولا تحت مرموش، بنلعب هو في وسط الملعب مع السوليه ومع النني ولا مرموش،
ما بقتش انا فاهم الجزئيه دي. عشان كده احنا بنلعب بجزء عشوائي قدام او جزء بلاش نقول عشوائي، جزء اجتهادي من كل واحد، كل واحد بيعمل اللي هو يعني تحس اللي كده اللي فيه نوع ما فيش نوع من التكتيك شويه. طريقه اللعب قدام مش شايف فيها اي جزء تنظيمي، وده اللي انا شايفه اعتقد يعني رايي زي راي ناس كتير قوي، وده اللي اكتريه الناس شايفاه ان احنا عندنا مشكله يعني في الثلث الهجومي يا كابتن ياسر. بالظبط، عشان الجزء الخلفي عندنا سواء حجازي او محمد عبد المنعم او عمر عبد الكمال او ايمن اشرف اعتقد الاربعه ثابتين وفي تمركزهم مع الشناوي، والثلاثه اللي ورا النني وعمرو السوليه الامور واضحه برضو شويه. لكن الجزء بقى اللي الامامي ده عبد الله السعيد، هل بيلعب مع النني ومع عمرو السوليه على خط واحد، ولا هو بيلعب امامهم وبعد كده محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش؟ هل الشكل عامل ازاي؟ الشكل كل شويه انا مش، وهل الكور الثابته على طول محمد صلاح اللي بيلعبها ولا عبد الله السعيد؟ يعني في حاجات المفروض في طبيعه كره القدم هم يبقوا متفقين عليها. صح. فانا يعني انا بشوف ممكن عبد الله اللي يروح، ممكن محمد صلاح اللي يروح، ساعات عبد الله بيروح ساعات محمد صلاح. صح. سنس كده احنا كلاعب الكوره بنبقى فاهمين. ما ماشي، هل بيروح في حسب المدير الفني بيطلبه؟ بس يعني في جزء مش هندخل في الكور الثابته، لكن انا معاك الجزء الامامي لازم يبقى فيه نقطه ارتكاز شويه بين المسلة. هل احنا بنلعب 4 3 3 ولا 4 2 3 1؟ ما دام حيرانا الشكل كل شويه بيتغير، فعشان كده الاداء بيجي على اللعيبه. طيب كابتن ياسر، حضرتك مع ولا ضد فكره ان الجمهور يكون حط تصور معين او تشكيل معين ويغضب جدا لو مستر كارلوس كيروش ما اعتمدش على التشكيل ده؟ يعني من الحاجات اللي امبارح كانت برضو غريبه جدا ان الجمهور اخذ قرار انه احمد السيد زيزو يكون هو متواجد اساسي في المباراه، وقيس فجاه اول ما تم الاعلان عن التشكيل الخاص بالمباراه ووجود عبد الله السعيد، الجمهور والتعليقات كانت شديده وقاسيه جدا زي ما حضرتك بتقول، وعبد الله السعيد بصراحه ادى اداء رائع جدا في الشوط الاول. فعايزين نعرف من وجهه نظر حضرتك مع ام ضد، وهل مستر كارلوس كيروش هو اللي ادى منذ البدايه للجمهور المصري المساحه دي بسبب غضبهم الشديد، وبسبب ان هو طبعا كان يعني بيضيف كده بعض الامور الخاصه بالمنتخب اللي ما كانتش في صالح المنتخب، وده شفناه في اول مباراتين سواء اذا كانت غينيا بيساو او حتى نيجيريا. فعايزين نعرف من حضرتك مع ام ضد تدخل الجمهور بالشكل ده وصدمتهم لو ما فيش لاعب محدد كانوا عايزينه يكون موجود في التشكيل بقى موجود. بص يا فرح، انا طبعا من خلالك برضو بامان عشان ما انساش، انا من امبارح بشكر جمهور مصر اللي ورا بيأزر فرقتنا هناك في الكاميرون بامانه. صح. بشكرهم جميعا وفرد فرد يعني بامانه، ومن خلالكم من خلال بامانه، عشان الناس ما تبقاش ناسيه اللي في ناس وراهم بيشجعوهم ومحبين له الكوره. صحيح. وكل واحد طلع على نفقته الخاصه، فدي برضو نشكرهم عليها بامانه يعني بامانه. لو جينا نبص بقى مستر كروش، يعني هو واضح كده من البدايه خالص هو جاي واخد قرار كده بينه وبين نفسه، يعني هو ما بصش مين احسن. انا برضو انا هو كمدير فني مش هيبص، مش الجمهور او الناس هي اللي تحط التشكيل، هو عنده وجهه نظر فنيه عايز ينفذها ايا كانت صح ولا غلط. انت جايبه مدير فني عشان احنا اللي نحط له التشكيل ونقول له مين يبتدي ومين يقعد احتياطي ومين يتغير؟ ما ينفعش في كره القدم. لكن هي الناس انتقدته ليه؟ بتبقى في امور واضحه. حاله عمر مرموش لاعب كويس جدا، بس لازم في كره القدم، وانا بنصحه من خلالكم برضو، مش كل كره ناخد الكره واعدي منها، في حاجه لمسه ولعبه، وفي حاجه لازم امتى باص وامتى العب. ما انا بقول لك اهو، انا عارف ولازم هو كمدير فني ياخد باله من دي، مين اللي مميز فيها كويس، في زيزو، وفي عندك رمضان صبحي اللي هو مش موجود على الساحه خالص هناك. يعني رمضان صبحي من اللعيبه المميزه واللي يقدر يعمل لك فرق في حتى لو بديل معاكي، لكن هو عنده. طب ايه الفكره يا كابتن ياسر من وجهه نظرك استبعاد رمضان صبحي بالشكل ده، في ظل ان رمضان لعيب كبير جدا ومرموش مش في مستواه؟ يعني ممكن الراجل ليه ما بيفكرش في رمضان؟ ليه مش في الصوره؟ لا، ما هو انا ده حاجه غريبه. هو المفروض بقى دور الجهاز الفني اللي موجود، هو واخد رمضان صبحي ومش عارف ان رمضان صبحي لعيب من اللعيبه المميزه طبعاً اللي موجوده في مصر هنا ومع انديتهم، وليه بصمه في تاريخه حتى، وكان له دور في الاولمبياد. فكل ده يعني انا ما اقدرش احكم، بس انا بقيت هو من الاول بالبدايه خالص من ساعه ما استبعد شريف وقفشه كانت علامه استفهام، بعد كده خد رمضان وما بيلعبوش علامه استفهام، يعني عارفه
في لعبة بيستدعاها وفي لعبة الناس كلها انتقدته اللي هو بياخدها وبياخدها هو ممكن يكون هو 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 انا يعني اعتقد هو قريب من جوزيه شويه ستايله واسلوبه زي جوزيه يعني انا شايف كده جوزيه كان في لو انت فاكر كان طبعا. عنده الجزئيه اللي هو فيها اللي عنده فيها الحاجات دي كلها كانت بتبقى موجوده جواه فانا اتمنى اللي احنا ما بنيجي احنا نتكلم هو يسمع ويشوف هل اللي الجمهور بيقوله او الناس الاعلاميين او المحللين بيقولوا حاجه معينه خد يا سيدي خد يمكن واحد بيديك معلومه استفاد منها واحد أيوة بيقولش أيوة حاجه كابتن ياسر خلاص بس يعني هو لسه قايل تصريح عكس اللي حضرتك بتقوله يعني حضرتك بتقوله اسمع يا سيدي من الاعلاميين شوف عايزين يقولوا لك ايه هو لسه قايل تصريح ان هو مش بيسمع وان هو يعني الاعلاميين بيقولوا ما يقولوا ولكن هو وجهه نظره شكرا جدا لاراء حضراتكم ولكن هو وجهه نظره هو متمسك بيها وانه ده المنتخب المصري وانه هو يعني عنده قرارات وعنده اراء ينفذها ما فرح هو ما اوكي ماشي هو بيسمع بس هو خلي بالك بيسمع وبيقعد مع المترجم بتاعه بيقعد مع الناس اللي هم الجهاز اللي هو المعاون ليه وبيتكلم اكيد بس خلي بالك الميزه كويسه اللي انت مش عارفه تخترقيها انا بكلمك بامانه اللي انت مش عارفه تخترق الجهاز الفني اللي معاه سواء المصريين او اللي معاه اللي هم البرتغاليين خلينا برضو واضحين كل ما احنا عايزين الاعلام يدخل لهم وعايزين يقول لك كابتن ضايع ملوش دور الكابتن محمد شوقي لا واضح ان كل واحد له دور بس مش لازم يبقى قدامه الكاميرات مش لازم نبين هو كمدير فني هو المسؤول هو المسؤول عن الاداء هو المسؤول عن ايه بقول لك يا فرح ممكن اسالكوا سؤال حتى لو قدر الله لو احنا ما وصلناش لمركز كويس في الامم الافريقيه ايه اللي ممكن تعمليه مع مستر كروش عموما هتعملوا له القله هياخد الجوز شرط الجزائي بتاعه ده اللي اي مدير فني اجنبي بيجي بيبقى عايز ياخد حومش هتجيب هتمشيه هو كده كده مستفاد فاحنا لازم نخلينا نكمل ونكمل ايا كان الشكل احنا كل اللي احنا عايزين نقوله بس ايه ما ننتقدش واحد زي محمد صلاح لعيب كبير جدا وجوده مع منتخب مصر على فكره اما يكون احنا في العادي ممكن لعيب يبقى معاه مان تو مان محمد صلاح بيمسكه اثنين وثلاثه وعليه مراقبه بتبقى جيده في المباراه مش احنا بحسها وكمان عامل لك تقل منتخب مصر عامل لك تقل معاه فحاجات كتير جدا احنا مستفيدين باللعيب فاحنا مش عايزين نقول اي ممكن نبقى احنا عندنا وجهه نظر في لعيب او اثنين لكن انا شايف التشكيل ده هو الانسب اللعيبه هي الانسب لكن طريقه اللعب هي اللي مش الانسب لكن طريقه اللعب هي اللي مش الانسب خلي بالك بين انا عندي لعيبه بس انا مش عارف حضرتك شايف ان هو يلعب 4-2-3-1 حضرتك عند لسه وجهه نظرك انه يلعب 4-2-3-1 لا 4-3-3 برضو 4-3-3 علشان انا اقدر العب 4-2-3-1 بس اخر ربع ساعه من الشوط الثاني اللي انا اقدر استفاد بعبد الله السعيد في اخر ربع ساعه وثلث ساعه ما اقدرش ابدا بعبد الله السعيد في ظل المباراه اللي جايه والضغوط اللي هتقابلك والفرق القويه هتلاقي الامور مختلفه الريتم بتاعك مش هيبقى سريع 100% عايز تسرع الريتم العب 4-3-3 بس يبقى الشكل باين انزل عبد الله السعيد امتى عبد الله السعيد لعيب كبير بس اقدر استفاد منه امتى اخر ثلث ساعه ونص ساعه من الشوط الثاني اقدر اغير الطريقه وحسب نتيجتي لو انا خسران اقدر اغير الشكل بتاعي كسبان خلينا العب بالطريقه اللي انا المعتاد بيها كابتن ياسر يعني الراجل لحد دلوقتي ما ورناش تغييره غير تغييره سواء على مدار الثلاث ماتشات قلب بيها الماتش او كانت غير التاكتكس بتاعه وشفنا تغيير يعني نقدر نقول ان هو شايف ودارس الماتش ومتابع الماتش بالشكل اللي المفروض يحصل هل تغييرات الراجل بالنسبة لك عليها علامات استفهام؟ والله يا احي انت بتضحكني يا احي والله انا كنت هضحك دلوقتي انت خلاص بقول لك احنا بقول لك الراجل ده يمشي ياخد شرط الجزاء بتاعك طب احنا نجمع بقى الشرط الجزائي ونجي لك يا كابتن ياسر بص اقول لك على حاجه اتفضل اقول لك على حاجه احسن خلاص احنا تعبنا تعبنا والراجل تعبناه معانا صح احنا بص احنا خلينا نكمل بجد والله احنا الراجل خلاص الراجل انا متاكد الراجل بقى واقف على الخط انا متابع الماتشات كويس جدا الراجل بقى واقف على الخط مش عارف يعمل ايه لدرجه انا ببص بقى كلاعب كوره في كورنر كان لينا والحكم حسبه ضربه مرمى بيعترض على حاجه بعيده خالص مش ضربه جزاء مثلا وبعترض عليها او في لعيب الصاب عندي والمفروض ياخد طرد بيعترض على كورنر كان لينا فلقيت الراجل مشدود ومشدود مع حاجه حتى لو اتحسبت لينا ما ممكن
مش شرط تبقى هستفاد منها ومش دي اللي انا هتكلم عليها واعترض عليها. فبيمسك في حاجات بيني وبينك بتبقى صغيره قوي. المفروض هو مدير فني كبير بالحجم ده كله، ما ينفعش انا امسك حاجات صغيره وعلق عليها. حته التغييرات واللي هو بيعمله والشكل بتاعه لابد، انا ده النقطه اللي انا بحس بيها، بينزل تغييرات محفوظه يا يحيى، مش مثلا محتاجها. هو بيغير تغييرات، لاحظ كده اول ما بيغير مصطفى محمد بعرف اللي هو هينزل لشريف لمروان حمدي، هيطلع مش عارف مرموش هينزل السيد زيزو، لا كان بيخرج مصطفى وينزل زيزو، ما بيقراش وزيزو. ما انا بقول لك اهو، ما انت خرجت مصطفى محمد وقمت منزل، طب ويخرج عبد الله وينزل تريزيجيه. في حاجات هو انا مش فاهمها، بقول لك في حاجات احنا مش فاهمينها. فاحنا نتمنى يعني احنا خلاص احنا مع مستر كروش ومع الجهاز اللي موجود بنسنده، والحمد لله اللي احنا وصلنا لدور الستاشر باذن الله. كل دور او كل مباراه كده خلاص انت خلاص نكون او لا نكون الماتشات اللي جايه، احنا كان بيبقى عندنا فرصه ان احنا نكسب ماتش او نتعادل ماتش او نخسر ماتش ونكمل. الماتشات اللي جايه خلاص اللي هيخسر هيخرج. فاحنا خلاص ممكن ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه الاداء بتاعنا يتغير. بس انا متفق معاكم لابد نلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة علشان هو هي الأنسب. إيه طريقته خلاص، هو مش هيغيرها كابتن ياسر، مش الأنسب بالطريقة اللي احنا بنقول عليها المعتاد، مش هيغيرها بس يثبت عليها اللي احنا عايزينه، هو يثبت عليها ما يبقاش فيها من نوع من التذبذب. أيوة. بتيجي في الآخر احنا ولا عارفين 4-2-3-1 ولا هو بيلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة ولا هو بيلعب، ما بقناش الجزء الأهم ده مش فاهمين. فاحنا والله إن كنت أنا بنتقد بشكل محترم وشكل اللي هو ما يعني مش في الاول في الاخر احنا يهمنا مصر اكيد، ويهمنا ان احنا ناخد البطوله والناس تفرحنا وترجع زي ما اجيال كتير فرحتنا. صحيح. طيب كابتن ياسر قبل ما نختم مع حضرتك لقائنا كمان عايزين نروح بقى للجزئيه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها وهي الفرق الافضل ان احنا نواجهها. حضرتك كنت بتقول انه الفريق البطل ما يهموش وانه اي فريق لازم نكون مستعدين دلوقتي ان احنا هنواجه اي منتخب في البطوله. من وجهه نظر حضرتك هل نفكر معاك كده مين المنتخب الانسب او الافضل اللي يكون في مصلحه منتخبنا الوطني ان احنا نواجهه ان شاء الله في دور الستاشر؟ بص يا فرح، المباراه اللي جايه كلها صعبه، حتى التوالت اللي هيصعدوا اوعى تفكروا هيبقوا سهلين. ده بالعكس، اي فرقه اللي صاعدين للدور اللي بعد كده كلهم منتخبات قويه. واللي راح بطوله يا فرح، احنا هحكي لك موقف حصل لنا بوركينا فاسو. انا مش ناسيه، كنت انا في امم افريقيا بوركينا فاسو، الكابتن جوهر قال لنا احنا عايزين نحاول نتعادل مع المغرب او نكسب المغرب عشان ما نلعبش جنوب افريقيا. لا يا رب، مش ما نلعبش بوركينا فاسو، سوري ما نلعبش بوركينا فاسو عشان هي صاحبه البلد والجمهور. صح. ربنا سبحانه وتعالى نخسر من المغرب ونلعب بوركينا فاسو ونكسب بوركينا فاسو ونكسب بعد كده. هو اللي بتخاف منه بيجي لك يا كابتن ياسر. معاك يا يحيى، ونكسب وناخد بطوله افريقيا. فانا ما بحبش خلاص دي دجو. سامعيني سامعينك يا كابتن ياسر، اتفضل. سامعيني اللي بتخاف منه ما بيجيش احسن منه يا كابتن ياسر في الاخر. بص ايوه بالظبط كده. فانت ما تلعب على بطوله، ما فيش حاجه اسمها لعب مين. صح. هلعب، ما انا ممكن العب الجزائر في النهائي، ممكن العب المغرب في النهائي، ممكن العبه في الدور اللي هيقابلني بعد كده. ما ناخدش الامور هلعب مين، ممكن العب فرقه صغيره وتخرجني من البطوله. صحيح. فلازم اللعيبه الفتره اللي جايه تقلب الصفحه، والجهاز الفني يقلب الصفحه ونبتدي صفحه جديده. واتمنى الاعلام المصري بطوائف كله، سواء معارضين او ناس بتنتقد، اعتقد الكل دلوقتي بيساند وبيدعم كابتن ياسر. مفيش وقت ان انت تيجي على حاجه. هسالك بس. أيوة. برضو نقطه صغيره جدا قبل ما نسيب حضرتك، محمد بالزبط. شريف هيكون ليه دور مع منتخب مصر ولا لا، ورايك في محمد عبد المنعم امبارح؟ لا بص، محمد شريف واضح كده اللي هو الراجل مش حاطه في حساباته، ده وجهه نظري. هيلعب اللي انت شفتهم اللي ابتدوا الماتش اللي فات هم اللي هيبتدوا الماتش اللي جاي. مفيش تغيير خالص، يعني حتى زيزو اللي انت زيزو اللي كان هيبتدي مش هيبتدي بيه، هو هيلعب بالاربعه اللي قلت لك عليهم، وهيلعب بالنن والسليه وعبد الله السعيد، وهيلعب بمصطفى محمد ومحمد صلاح ومرموش. مش هيغير، واضح تماما ان هو مش هيغير. وحتى لو مش هيغير مش مشكله، بس النصيحه اللي انا قبل ما اقول، محمد عبد المنعم خامه كويسه ولاعب كويس جدا ومن ناشئين النادي الاهلي، انا اعرفه كويس.
ولد حتى سلوكيا محترم، لعيب مهذب، هنقدر منتخب مصر هنستفاد منه، ومع النادي الاهلي في المستقبل هنستفاد منه ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان محمد شريف يبقى له دور، ولازم الراجل يعرف ان محمد شريف هيستفاد منه، وخاصه الربع ساعه ثلث ساعه اللي بقول لك لو لا قدر الله واحنا النتيجه مش مساعدانا، هو يقدر يغير له الشكل بتاعه. محمد شريف عنده السرعه، بيعرف يجيب جون، ففي حاجات مميزات عنده كويسه نقدر نستفاد بيها ان شاء الله باذن الله. تحياتنا لحضرتك كابتن ياسر ريان، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، ودايما بنسعد بارائك، وعادي وطبيعي جدا يا كابتن ياسر ان كلام حضرتك دايما يكون فيه ايجابيه وسلبيه، ولازم نسمع على ارائك دايما لانها دائما بتكون في مصلحه منتخبنا الوطني. بنشكرك يا كابتن ياسر، ودايما بتنورنا زي ما قالت فرح، اكيد وجهه نظر فنيه دائما وابدا مختلفه. خلينا نروح طيب للكاميرون سريعا ونعرف كل التفاصيل وكل اخبار منتخبنا من زميلنا العزيز المتالق حسن غنيمه. حسن صباح الفل عليك. صباح الفل يا يحيى، صباح الفل يا فرح، وصباح الخير والياسمين على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان من العاصمة الكاميرونية ياوندي. بتابع معاكم أخبار وكواليس منتخبنا الوطني بعد ساعات قليلة من التأهل رسميا لدور الستاشر لبطولة الأمم الإفريقية 2022. خليني أقول لك يا يحيى وخليني أقول لك يا فرح إن هناك حالة من الارتياح داخل معسكر منتخبنا الوطني. الفرحة يعني متواضعة، حاسين إن هم الطبيعي والعادي إن احنا نكون موجودين في دور الستاشر بجدارة، ولكن الحقيقة المفاجآت اللي موجودة في كل المجموعات وفي كل المباريات أصبحت كل النتائج خارج التوقعات، وده كان محور حديث كيروش امبارح مع اللاعبين عقب انتهاء المباراة على جلسة العشاء بعد ما وصلوا لفندق الإقامة. قال لهم لازم نقلب الصفحة بقى، خلاص انتهت صفحة دور المجموعات في بطولة الأمم الإفريقية، ولازم ان احنا نركز في اللي جاي. ما تركزوش احنا هنلاعب مين النهاردة، بالتأكيد هنعرف مين المنافس منتخبنا الوطني في دور الستاشر، وبالتأكيد كل اللاعبين هتتابع المباريات سواء مباراة الجزائر وكوت ديفوار أو غينيا وسيراليون عشان نعرف إحنا هنقابل مين إن شاء الله يوم 26 يناير المقبل. لكن خليني أقول لك بقى الأجواء بعد الفوز امبارح. الحقيقة اللعيبة بعد المباراة توجهوا لفندق الإقامة، وكان في يعني فرحة بسيطة كده، وبعد كده كل لعيب تناول وجبة العشاء وطلع لغرفته علشان يرتاح. بعدها بقى كارلوس كيروش قرر ان النهارده هيلغي التمرين للعيبه اللي شاركت امبارح خلال المباراه. التمرين النهارده هيكون بعد حوالي ساعه من دلوقتي بتوقيت القاهره على الملعب الفرعي الاولمبي. هيشارك في التمرين ده اللعيبه اللي ما شاركتش في مباراة الأمس أمام المنتخب السوداني الشقيق. كيروش قرر أنه يريح اللعيبة خوفا عليهم من الإجهاد، وخاصة أن معظم اللعيبة كانت منضمة للمنتخب الوطني في ظل ضغط مباريات كبير جدا مع أنديتها سواء في الدوري المصري أو في الدوريات الإفريقية والأجنبية. كمان الحقيقة يعني خلال المباراة امبارح كده حصلت بعض الكواليس اللي كانت طريفة يا يحيى. خليني أقولها لك، يعني امبارح الجمهور المصري اللي كان عدده 300 فقط في الاستاد، وكان بقى يعني معظم الاستاد من الجانب الكاميروني او من الجماهير الكاميرونيه اللي كانت محايده، كانت بتشجع منها شويه بيشجعوا السودان ومنها شويه بيشجعوا مصر. لكن انت عارف بقى خف الدم ويعني الهزار بتاع الجمهور المصري الجميل اللي كان موجود، راحوا للجمهور الكاميروني وخلوا الجمهور الكاميروني يحمل اعلام مصر. ده مش كده وبس، ده خلوا الجمهور الكاميروني بيشجع مصر باللغه العربيه، فكانت بقى شكلها جميل قوي وطريف ان احنا شايفين الكاميرونيين بيشجعوا مصر بالعربي المكسر، فكان شكلها حلو قوي. ده مش كده وبس، ده كمان استاد ياوندي او استاد احمدو اهوجو اللي استضاف المباراه امبارح لما لاحظ ان الجمهور المصري يعني بيحب الدعابه، شغل لهم بعض الاغاني الشعبيه للمطرب حكيم وبعض المطربين الشعبيين في مصر اللي تفاعلوا معاها بشكل كبير جدا داخل الاستاد، في منظر كان طريف جدا داخل الاستاد. بعدها بشويه بقى حصل خلال المباراه هجوم للفراش الكاميروني، وعايز اقول لك بقى فرح ويحيى الفراشه الكاميرونيه يعني ما شاء الله حجمها كبير قوي، فلما كانت بتهجم على اللعيبه في الملعب او الجهاز الفني على الدكه او على دكه البدلاء للاعبين والجهاز الفني او علينا احنا كاعلاميين، فده كان شيء صعب جدا لان الفراشه الكاميروني حجمها كبير، فلما بتخبط في الوش بتحس ان في حاجه جامده جدا خبطت في وشك يعني. فاللي حصل ان السلطات الكاميرونيه قررت ان هي تعمل حريقه كده حوالين الملعب عشان الدخان ده يطرد الفراش، وبالفعل الفراش اتطرد من الملعب علشان المباراه تكتمل.
بعد المباراه خلاص بقى يعني الجمهور قدر ان هو يوصل لمطار ياونديه اللي كان بيبعد حوالي ساعه ونص عن ملعب المباراه. خليني اقول لك كمان انه النهارده يعني منذ قليل كده داخل فندق الاقامه كان في بعض عمليات الاستشفاء او الريكفري للاعيبه اللي شاركت امبارح في المباراه، لان عشان ما يحصلش اجهاد للاعبين. كيروش النهارده قرر كمان انه يلغي السفر من العاصمه الكاميرونيه ياونديه الى دوالا، لان من المنتظر وبنسبه 99% ان المباراه المقبله لمنتخبنا الوطني هتكون موجوده في مدينه دوالا الكاميرونيه يوم 26 اللي مقبل، ولكن القرار النهائي هيكون موجود النهارده، وخاصه انه لجنه الكاف او اللجنه المنظمه للبطوله لسه ما خدتش قرار نهائي بشان الغاء ملعب دوالا او استبعاده من البطوله بعد الشكاوى الكتير جدا اللي جت من المنتخب طبعا الجزائري وكل المنتخبات اللي موجوده في المجموعه بسبب سوء ارضيه الملعب. ومن المنتظر كده، ولكن يعني القرار رايح في اتجاه ان الملعب لن يتم استبعاده، وان السفر بكره ان شاء الله يوم الجمعه بكره هيكون من العاصمه الكاميرونيه ياونديه الى مدينه دوالا من اجل الاستعداد مبكرا الى مباراه دور ال 16، وخاصه كمان ان يوم السبت في مدينه دوالا هيكون موجود قرعه تصفيات كاس العالم النهائيه، وهيتم الاعلان مين منافس مصر في الجوله النهائيه لتصفيات كاس العالم باذن الله. كمان بقى يعني على الجانب الاخر لو رحنا كمان كان ليا بعض الاتصالات مع الزملاء في مدينه جروه اللي كان موجود فيها المنتخب الوطني، واللي امبارح كان فيها مباراه نيجيريا وغينيا بيساو واللي انتهت بفوز المنتخب النيجيري. كان في فرحه كبيره وفرحه عارمه في شوارع مدينه جروه لجماهير الكتير جدا للمنتخب النيجيري اللي بيعتبر ثاني اكبر عدد جمهور او اكبر عدد جاليه بعد الدولة المنظمة الكاميرون، نتيجة لقرب المسافة ما بين الكاميرون ونيجيريا، لدرجة ان الجمهور من كتر زحام الجمهور النيجيري امبارح على تذاكر المباراة تم تحطيم اكتر من كشك او اكشاك اللي هي بتاعه التذاكر من كتر اقبال الجماهير النيجيريه على شراء التذاكر. كمان هنا بقى كان عندنا امبارح في ياونديه كان في فرحه كده جميله لكل الجاليه المصريه اللي موجوده في العاصمه، وان كان الجاليه كانت بتحاول ان هي تفرح مع اللاعبين وتلتقط معاهم الصور التذكاريه، لكن الموضوع كان صعب جدا بسبب الاجراءات الاحترازيه القويه جدا اللي بيفرضها كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني، اللي دائما وابدا بيمنع الاقتراب او التصوير من لاعبي منتخبنا الوطني خوفا من الاصابه بفيروس كورونا. بالتاكيد ده شيء جيد عشان نحافظ على لعبتنا باذن الله حتى ابعد نقطه في البطوله. يمكن دي كانت معظم الاجواء والكواليس الموجوده هنا في العاصمه الكاميرونيه ياونديه. بالتاكيد العوده مره اخرى للاستوديو مع زملائي الاعزاء المتالقين يحيى حمزه وفرح علي، اتفضلوا. حسن يعني شكرا جزيلا جدا، دايما بصراحه بتوفي وبتكفي كل المعلومات الخاصه بمنتخبنا الوطني، ولكن عايزين نعرف منك بقى بما ان انت داخل المعسكر اللعيبه حالتهم المعنويه عامله ازاي واحتفلوا ازاي امبارح، والطاقه اللي بيحملوها بقى استعدادا للمرحله المقبله لدور ال 16 ان شاء الله، قول لنا كده كواليس ما بعد المباراه على طول وحالتهم النفسيه عامله ازاي. بالتأكيد يا فرح، يعني حالة معنوية مرتفعة وحالة من الارتياح جوه معسكر منتخبنا الوطني. لاعبتنا بالتأكيد حسوا ان هم عادوا الى الطريق الصحيح، وان الجمهور المصري اصبح في حالة رضا بعض الشيء عن النتائج وعن الاداء بعد عودة الروح للاعبي منتخبنا الوطني في المباراتين الماضيتين سواء غينيا بيساو او امبارح امام المنتخب السوداني الشقيق. بالتأكيد كنا منتظرين كمان اداء افضل من كده، ولكن الظروف هنا فرح كانت صعبة جدا امبارح، درجة الحرارة كانت واصلة ل 39، نفس درجة الحرارة اللي انا بكلمك منها دلوقتي، يعني في الوقت اللي انتوا بتلبسوا فيه جواكت وموجودين بقى والدنيا ساعة جدا في مصر وكل اهلنا في مصر ساعانين، احنا هنا حرانين جدا ولابسين نص كم، ولو طولنا نلبس كت هنلبس كت، يعني درجة الحرارة خلي بالك من الرطوبة، خلي بالك من الفراش بس يا حسن، كان في مرتفع او جبل كده شوية فالحرارة بتكون اعلى مضاعفة. عفوا يحيى، بقول لك خلي بالك من الفراش اهم حاجه. والله يحيى انا عايز اقول لك الفراشه هناك كان باين امبارح في الماتش، في الماتش كان باين في الكاميرات حاجه كده تنين مجنح.
الفراشه هناك عامله زي التنين المجنح، يعني حاجه صعبه جدا بتخبط في الوش كده، بتحس ان في طوبه خبطت في وشك وانت قاعد، فكانت صعبه جدا الحقيقه يعني. طيب حسن، يعني دايما بنسأل اكيد يحيى، برضو عايز اقول لك بقى انه الاجواء، اتفضل يا حسن. اتفضلي فرح. لا لا كمل. حسن سمعنا؟ طيب عايزين نسألك كمان حسن على الجزئية الخاصة بمحمد عبد المنعم وبعمر كمال عبد الواحد. اللعيبة دول من أكتر اللعيبة بصراحة يعني اللي كان عندهم مسؤولية شديدة جدا وفي وقت قصير جدا مع المنتخب المصري. عايز أعرف منك الفيدباك أو الكلام اللي اتقال عنهم سواء إذا كان داخل المعسكر أو خارج المعسكر، وكمان رد فعل مستر كارلس كيروش تجاههم بصراحة لأن هم كانوا على قدر المسؤولية. أنا بأكد كلامك يا فرح، بالفعل يعني واحدة من أهم اكتشافات البطولة، بطولة الأمم الإفريقية وبطولة العرب الماضية، هم محمد عبد المنعم أو عمر كمال عبد الواحد، الاثنين من اللعيبة المقاتلين في التمرين أو في المباريات. الحقيقة يعني بالرغم من أن خبرتهم مش كبيرة قوي في الماتشات الدولية، إلا أننا ما حسيناش ده. عمر كمال عبد الواحد كان بيأدي مباراة قوية جدا امبارح ومن أول مباراة الحقيقة، وكمان محمد عبد المنعم اللي نجح أنه يسجل يعني أول هدف دولي ليه امبارح، وبالتأكيد طعم خاص بالنسبة لعبد المنعم. ويمكن الحقيقة حتى كل الصحف الأفريقية اللي موجودة هنا في الكاميرون كانت بتتكلم على القصة دي، وان ده كان من الأهداف الأولى الدولية لمحمد عبد المنعم، وان واحد من اكتشافات كيروش في خلال البطولة. بالتأكيد يعني من المنتظر ان الفترة اللي جاية عبد المنعم او سواء عمر كمال هيكونوا من اللعيبة الأساسيين في قوام منتخبنا الوطني حتى نهاية البطولة. ولو أخفي عليك سرا كمان عن عمر كمال، عمر امبارح كان بيلعب، ما اقدرش اقول ان هو كان مصاب، ولكن كان بيعاني من الاجهاد لانه كان قبلها ب 24 ساعه خلال التمرين، كان اول ربع ساعه من التمرين كان بيعمل بعض التدريبات التاهيليه نظرا لشعوره ببعض الاجهاد، لكنه كان موجود وصمم وقال لكيروش لو انت عاوز اكون موجود في، لو انت عاوزني اكون موجود في التشكيل الاساسي انا موجود وجاهز. ويمكن في هذه اللحظات يا فرح لو تشوف في ورايا ويحيى في الخلفيه اتوبيس المنتخب المغربي الان كمان اللي موجود معانا في نفس فندق الاقامه، بيتجه من فندق الاقامه الى ملعب التدريب، وفي روح جميله قوي ما بين المنتخب المصري والمغربي اللي موجودين في نفس معسكر الاقامه هنا في العاصمه الكاميرونيه ياوندي. امبارح ومنتخبنا الوطني بعد ما خلص المباراه وراجعين كسبانين كان في انتظاره عدد كبير من عناصر المنتخب المغربي الشقيق وهنوهم، وده اللي حصل كمان من لاعيبه منتخبنا الوطني لما المنتخب المغربي تعادل مع المنتخب الجابوني وتأهل في صدارة مجموعته. كمان اللعيبة المصريين كانوا في انتظاره في معسكر الإقامة، لكن خلينا نطمنكم بشكل عام حالة من الارتياح جوه معسكر المنتخب. اللعيبة خلاص قفلت مرحلة وصفحة دور ال 16، عندهم حالة من تحمل المسؤولية، اللعيبة كلها عارفة ان الجمهور المصري لن يقبل الا العودة بالكاس افريقيا ان شاء الله من الكاميرون للقاهرة. بالتأكيد يا فرح وبالتأكيد يا يحيى. بنشكرك يا حسن، شكرا جزيلا. والحقيقه يعني كل الاخبار وكل الكواليس اللي بتخص منتخبنا الوطني من الكاميرون قبل كده ان شاء الله التوجه لخوض مباريات دور ال 16، نتمنى اكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. بنشكرك يا حسن شكرا جزيلا، والحقيقه يعني متالق في الكاميرون مع بعثه منتخبنا الوطني. مشاهدينا فاصل ونواصل. عودة لحضراتكم مرة تانية، ولسه مكمل معاكم باقي أخبارنا وفقراتنا في صباح أون تايم. وصلنا معاكم دلوقتي لأخبار كاس الأمم الإفريقية. أعتقد يا يحيى أخبارنا في كاس الأمم الإفريقية متنوعة ومختلفة أكيد. وكمان أكيد أول خبر هيكون عن منتخب الجزائر. أكيد طبعا، يعني أخبار كتير تابعناها خلال الأيام اللي فاتت، ولكن خلينا نشوف كده واحد من نجوم منتخب الجزائر رياض محرز. طبعا وشايف رياض محرز اتكلم يمكن قبل مباراته أمام كوت ديفوار، نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، إن مواجهة كوت ديفوار مش هتكون
مواجهه سهله اكيد، بيتكلم ان انت لعيبه منتخب الجزائر كلهم عارفين ان هم هيبقوا مضغوطين بشكل كبير جدا من قبل الجمهور الجزائري. وقال كمان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراه ان هو دايما ان انت بتلعب تحت ضغط، ده متعودين عليه لعيبه الجزائر، رغم ان المهمه ممكن ما تكونش سهله بين منتخبين، سواء منتخب الجزائر بيبحث عن الفوز وثلاث نقاط وايضا منتخب كوت ديفوار. وكمل كلامه كمان، ما بنفكرش في خساره المباراه ومتفائل بتحقيق الفوز، واللعيبه كلها عندها شعور بالضغط قبل مواجهه كوت ديفوار بسبب الوضعيه اللي موجوده، سواء الوضعيه الصحيه اللي موجوده في الكاميرون، الناس كتير اصابات كورونا، ولكن هو عنده امل كبير جدا ان هو يكون بيتفوق النهارده على كوت ديفوار من اجل التاهل ويحقق ان شاء الله انطلاقه كده المنتخب الجزائري. وكمان كمل كلامه ان الماتشين اللي فاتوا كان فيه خساره في النتائج والنقاط، ولكن في المقابل ظهر المنتخب الجزائري بوضع جيد. وعلى فكره لما اتكلمنا قبل كده عن ان انت ممكن تكون بتخسر ماتش او بتتعادل ماتش، ولكن ظهور منتخب الجزائر كان ظهور قوي جدا، بيروحوا اكتر من مره، بيضيعوا اجوان كتيره جدا، ولكن موجودين. هو شايف ان هو لازم يلاقي حلول للفرص اللي بتضيع بشكل كبير جدا، لان هم بيوصلوا كتير، وده الكلام اللي كان بيتكلم فيه محرز، ان انت بتوصل لجون كتير ولكن ما بتسجلش. واعتقد ده فرح هو ده اللي هيشتغلوا عليه النهارده امام كوت ديفوار، ان انت تكون بتوصل وبتسجل، مش بتوصل بس، انت بتهدد المرمى كتير قوي. منتخب الجزائر بيوصل على طول، هتلاقيه موجود ولكن ما بيسجلش. صحيح، واعتقد كمان وجود بقى فكره النجوم وانه عندهم كمان نجوم، لازم يبتدوا يدوا كمان حافز للعيبه حتى الصغيرين. يا يحيى اللي متكلم فيه ايه؟ اللي انا عايز اقوله انه عندهم نجوم زي رياض محرز، عندهم نجوم طبعًا. زي اسلام سليماني، عندهم نجوم كتير قوي، كتار عندهم بغداد بنجاح، ولكن حتى اللعيبه اللي لسه ما خدتش الخبرات الكافيه الافريقيه، هم لازم بقى يبتدوا يدوهم الحماس. واعتقد ما فيش يعني احلى ولا اكتر من الحماس بصراحه اللي عندهم هم كمان، يعني فكره ان يكون عندهم مدرب وطني بيشتغل عليهم زي جمال بالماضي، مديهم حماس وطني شديد طبعا. جدا، وتصريحاته الاخيره فكره انه ده بمثابه نهائي، اعتقد نفسيا ومعنويا ووطنيا هيفرق معاهم في مباراه اليوم. اكيد طبعا، نتمنى نشوف النهارده مباراه كبيره امام كوت ديفوار يعني، وبالتوفيق لكل المنتخبات اللي موجوده. نروح مع حضراتكم كمان بقى دلوقتي لخبر تاني بخصوص غانا. عبر قائد منتخب غانا أندريا أيو عن حزنه بعد الخروج المبكر للنجوم السوداء من بطولة إفريقيا 2021. خسرت غانا زي ما حضراتكم عارفين أمام منتخب جزر القمر اللي بتشارك للمرة الأولى في كأس أمم إفريقيا، وهي الهزيمة الثانية ليها في دور المجموعات بعد المغرب، ومع تعادل كمان أمام الجابون. تذيلت ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، ودعت البطولة في أولى مفاجأتها. ويتحدث أيو قال إن الأهداف اللي استقبلناها ضد المغرب والجابون يمكن أن يعني ترى كم كان الحظ بعيدا عنا، ولكننا سنتعافى ونعود أقوى. وجه كمان أيو رسالة لجماهير غانا وقال لهم: نعلم أننا لم نجعلكم فخورين، نتحمل المسؤولية عن ذلك لأننا لم نقدم مستوى جيد في تلك البطولة. أضاف في النهاية: سنتعامل مع النقد الموجه لنا، نعتذر للشعب الغاني على عدم التأهل في أمم إفريقيا، ونشعر بخيبة أمل كبيرة، هذه ليست غانا وسنعود من جديد. أعتقد يعني تصريحات قوية جدا من قبل غانا. وكمان أعتقد يا يحيى هنا لما بنرجع بالزمن ورا شوية ونروح لكأس الأمم الإفريقية حتى 2017، آخر نجم من نجوم غانا اللي كان بيتعمل له مليون ألف حساب في التوقيت ده كان أسامواه جيان، وكنا بقى إيه يعني، بص هو ده نجم نجوم غانا في التوقيت ده. أعتقد من بعدها ما شفناش غانا بترجع تاني، كان نفسي تكمل وكان نفسي يظهره. حتى أندريا أيو بيتكلم في نفس الفكره، كان نفسي يظهره بشكل احسن من كده، لان انت المتعارف على منتخب غانا اللي هو منتخب قوي جدا ومنتخب صحيح. بينافس ومنتخب موجود دايما في الادوار النهائيه، فانك تخرج كده او الشكل التأدي ده، اعتقد يعني دي حاجه تحزن لكل محبي كره منتخب غانا. طيب خلينا نروح سريعا ونعرف كده وجهه نظر فنيه دايما بيمتعنا بتحليله افريقيا وعلى درايه كامله بكل المنتخبات اللي موجوده في كاس الامم الافريقيه، وصاحب كمان التوقعات اللي دايما صح، كان دايما بيدخل معايا يقول لي الجزائر مش هتظهر بالشكل اللي الناس مستنياه، كان عنده شويه تفاصيل كده. دكتور محمد جمال محلل رياضي عبر سكايب، ونتكلم كده شويه. دكتور صباح الفل عليك.
صباح الفل يا يحيى، صباح الفل يا فرح، وصباح الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس. صباح الفل عليك يا دكتور. وطبعا في البدايه عايزين نعرف منك كده رايك في منتخب مصر، وهل مستواه مبشر يعني لما كده بعد البطوله ما بنتكلم اللي شفناه امبارح في المباراه وشفناه امام منتخب السودان، شايف ان لسه عندنا كتير في دور ال 16؟ طيب مبدئيا خلينا نقول انه كل الفرق حتى الفرق الكبيره باستثناء يمكن الكاميرون، نيجيريا، المغرب، كل الفرق الكبيره بما فيها السنغال بما فيها الجزائر ما ظهرتش بالمستوى او المردود المنتظر منها. خليني كمان اقول لك انه في فرق كتير بتبدا المباريات تدريجيا او تصاعدي. المهم المنتخب مصر هو تلافي الاخطاء، وده اللي الراجل بيتكلم عليه، ان احنا بنحاول نتلافى الاخطاء مش مهم. وده ليه تصريح امبارح مهم جدا، قال احنا مش مهم بدانا ازاي، المهم هنختم البطوله ازاي. لسه في بعض الاخطاء موجوده في المنتخب، لسه في بعض الاخطاء الموجوده في المنتخب، لسه في بعض اللعيبه ما بتلعبش في اماكنها، لسه في بعض اللعيبه ما بتلعبش في اماكنها. اتمنى لسه مباراه دور ال 16 هتكون يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله يوم 26، اتمنى الراجل يتفرج مره واثنين وثلاثه يشوف بعض النقاط الفنيه اللي احنا يمكن رصدناها خلال المباراتين الاولين والمباراه الثالثه امبارح امام السودان. عندنا بعض المشاكل، احمد سيد زيزو مثلا لعيب بيجيد جدا في الجبهه اليمنى سواء في مركز 8 ناحيه اليمين، لان الراجل بيلعب 4 3 3 باثنين لعيبه دبل 8 في وسط الملعب، فالراجل بيجيد في الناحيه اليمنى. ليه بيلعب في الناحيه اليسرى؟ زودنا الزحمه في وسط الملعب، ما خدناش نفس الفعاليه من زيزو رغم انه لعيب مؤثر وقد يكون بديل او حتى لاعب اساسي في مباراه دور ال 16. مؤكد الراجل مش هيشتغل فنيا ولا هيحط بعض التغييرات اللي ممكن يتم العمل عليها الا بعد تحديد الطرف الثاني، واللي اكيد هنجيله يعني في خضم الكلام. الطرف الثاني لمباراه دور ال 16، الفريق اللي احنا هنلعبه متصدر المجموعه الخامسه ايا كان مين، هنتكلم على الاحتمالات طبعا اكيد. لكن عندنا بعض المشاكل، بدايه عمرو السوليه في مركز 6 لازلت علقت عليها بعد مباراه غينيا امبارح، بدا في مركز 6 لحد الدقيقه 33، بعدها ابتدى الراجل يغير لانه لقى الفعاليه اقل من خط وسط منتخب مصر. حتى عبد الله السعيد المردود اول نص ساعه كان كالعاده عنده مشاكل في مركز 8، عبد الله السعيد بلاي ميكر في الاساس، لكن لما ابتدى الضغط يقل شويه على عبد الله بوجود عمرو السوليه في مكانه الطبيعي، ابتدى المردود في اخر 10 دقائق من الشوط الاول يبقى افضل، الفعاليه تزيد من عبد الله السعيد، فده اثر حتى على الاثنين لعيبه اللي في مركز 8. اتمنى انه يشتغل باللعيبه اللي موجوده كل لاعب في مركزه، اتمنى انه يعيد بعض حساباته، هل احمد فتوح ومحمود حمدي الونش هيكونوا جاهزين لمباراه يوم الاربعاء ولا لا؟ لانه وجود احمد فتوح هو بروفايل مختلف تماما عن ايمن اشرف، ايمن لاعب مهم جدا حسب المنافس اللي احنا هنلعبه، حسب هنشتغل من الناحيه دي اكتر على الفعاليه الهجوميه ولا هنحاول نامن الجبهه اليسرى، وبالتالي اللعيب اللي هيلعب في مركز 8 ناحيه الشمال هيرتبط بنفس الكونسيبت، اللعيب اللي هيلعب في الخط الامامي، اللعيب الثالث اللي بيلعب وايد فورورد ناحيه الشمال اللي هو عمر مرموش، ده برضه هيرتبط بيه. كل المعطيات دي يمكن الراجل هيشتغل عليها، عشان كده النهارده اكيد النهارده في يا دوبك تدريب تأهيلي للمجموعه اللي ما خدتش المباراه امس، هيبتدي يشتغل من بكره ان شاء الله للمجموعه اللي هتبتدي تشتغل معاه الجزء التكتيكي لمباراه يوم الاربعاء ان شاء الله، بعد تحديد مساء المواجه اللي هيكون في مواجهه منتخب مصر يوم الاربعاء ان شاء الله. طيب دكتور محمد، يعني خلينا نتكلم عن ماتشات النهارده واللي احنا منتظرين، اكيد كوت ديفوار، الجزائر، سيراليون، وغينيا، ويمكن الكل منتظر كوت ديفوار والجزائر. وانت كنت قايل لي قبل كده يمكن من اول بدايه البطوله قلت لي الجزائر ممكن ظهورها مش هيكون الافضل او هيكون اللي الناس مستنياه. شايف النهارده منتخب الجزائر بالضغوطات اللي هتكون موجوده عليه بشكل كبير جدا من قبل الجمهور بسبب نتائجه في اول ماتشين هيأثر عليه ازاي؟ وشايف مين ممكن يكون بنقابله في دور ال 16؟ طيب خلينا الاول نيجي لمنتخب الجزائر. ليه قلنا كده على منتخب الجزائر قبل البطوله؟ لان البروجريشن او اصلاح الاخطاء اللي كان موجود في منتخب الجزائر كان واضح جدا من خلال تصفيات كاس العالم، خاصه في مواجهتي بوركينا، انه في مشاكل كتير في الخط الخلفي وفي خط وسط المنتخب الجزائر. الناس دايما بتتكلم على المجموعه الاماميه، الناس بتتكلم على رياض محرز، الناس بتتكلم على سعيد بن رحمه، الناس بتتكلم على بغداد بونجاح، اسلام سليماني، سفيان فيغولي، بتتكلم على المجموعه الاماميه، حتى اسماعيل بن ناصر في وسط الملعب، لكن مركز 8 في ازمه في المنتخب الجزائري، الخط الخلفي في ازمه في المنتخب الجزائري، البيلد اب من الخط الخلفي في ازمه في المنتخب الجزائري، فالناس دايما كانت بتفوكس او بتركز على الخط الامامي.
ده اللي خلانا نتوقع ان المنتخب الجزائري هيعاني. جمال بالماضي فشل من بعد البطوله الافريقيه الماضيه في 2019 انه يعمل ده. كان معاه ريكورد 35 مباراه بلا هزيمه، لكن معظم المباريات لما تيجي تبص في التصفيات هتلاقي ان معظم المباريات فاز بيها بسكور كبير جدا، سواء مع جيبوتي او غيرها، بارقام كبيره جدا يمكن لضعف المنافس. لكن لما لعب منافس مش هقول انه من الفرق الصف الاول في افريقيا زي بوركينا، لكن بوركينا احرجت الجزائر جدا رغم ان هي ما لعبتش في مباريات التصفيات على ارضها. لعبت المباراه الاولى في المغرب، المباراه الثانيه لعبتها في الجزائر، ومع ذلك قدرت انها تتعادل مع الجزائر وتشكل خطوره كبيره جدا على الجزائر، كادت ان تعصب بيهم خارج تصفيات كاس العالم القادم. ده اللي خلانا رحنا لان الجزائر عندها مشاكل في بطوله افريقيا. طيب النهارده الوضع ايه؟ الوضع ان المنتخب الجزائري عنده نقطه وحيده. وخليني واحنا بنتكلم على منتخب الجزائر ومباراه كوت ديفوار النهارده نتكلم اجمالا على التوقعات والحسابات بتاعه المجموعه الخامسه ومين هيلاعب مصر امتى وازاي. المنتخب الجزائري عنده نقطه وحيده، فاي نتيجه اي نتيجه غير فوز المنتخب الجزائري اليوم تعصف بيه خارج البطوله، ما عندوش اي فرص انه يتواجد حتى في المركز الثاني. طيب المنتخب كوت ديفوار عنده اربع نقاط، صعد رسميا، هيصعد في أي مركز ده هيتحدد بناء على مواجهته النهارده مع كوت ديفوار. وكنت سامعكم في بدايه الحلقه طبعا الفوكس كله هيروح نظرا لكبر حجم الفرقتين كوت ديفوار والجزائر، لكن انا ما يهمني انا علشان مواجهه منتخب مصر المباراه الثانيه، مباراه سيراليون غينيا الاستوائيه. بنتكلم على غينيا الاستوائيه ثلاث نقاط، سيراليون نقطتين. بشكل كبير اذا ما قدرتش كوت ديفوار ان هي تفوز على الجزائر، يعني في حاله التعادل او الخساره المباراه الاخرى هي اللي هيتحدد فيها مين اللي هيقابل منتخب مصر، الا احتمال واحد يقابل فيه المنتخب الجزائري منتخب مصر، الا وهو انه يفوز على منتخب كوت ديفوار باكثر من هدف، يعني يفوز 2-0 3-0 3-1 والمباراه الاخرى تنتهي بالتعادل. اي احتماليه اخرى غير الاحتمال اللي انا بقولها دلوقتي دي، منتخب مصر لن يواجه المنتخب الجزائري لانه لا يمكن للمنتخب الجزائري انه يتصدر هذه المجموعه. اذا هي احتماليه وحيده، فوز منتخب الجزائر على منتخب كوت ديفوار باكثر من هدف وانتهاء المباراه الاخرى ما بين غينيا الاستوائيه وسيراليون بالتعادل ايا كانت النتيجه. ده الاحتماليه الاولى. الاحتماليه الثانيه ان كوت ديفوار تفوز على منتخب الجزائر او تتعادل، وهنا برضو هنروح للمباراه الثانيه. هناك في احتماليتين غير التعادل اللي احنا قلناه في الاحتماليه الاولى، انه غينيا الاستوائيه تفوز فتوصل للست نقاط وفي هذه الحاله تتصدر المجموعه لو تعادلت كوت ديفوار. طيب الاحتماليه الثانيه هي سيراليون، سيراليون لو فازت على غينيا الاستوائيه هتوصل لخمس نقاط، لو تعادلت كوت ديفوار مع الجزائر هنوصل لخمس نقاط، في هذه الحاله هنشوف لفرق الاهداف ولازم انه سيراليون تفوز باكثر من هدف حتى تتجنب القرعه مع منتخب كوت ديفوار. دي كل احتمالات مين اللي هيلاعب منتخب مصر في دور ال 16. القصه كلها متوقفه على المباراتين، وان كانت الاحتمالات الاكبر هي متوقفه على المباراه الثانيه، لانه حتى لو فاز المنتخب الجزائري على المنتخب الايفواري فيبقى محدد مواجهه منتخب مصر هي مباراه غينيا الاستوائيه وسيراليون حال ما انتهت هذه المباراه بالتعادل. يا دكتور يعني مصيرنا مرتبط تماما بمباريات اليوم ان شاء الله، سواء اذا كانت مباراه سيراليون وغينيا الاستوائيه ان شاء الله او مباراه كوت ديفوار ومنتخب الجزائر باذن الله. وشكرا جزيلا لتوضيح حضرتك يعني بكل التفاصيل الخاصه بالمواجهتين وكمان فرص مواجهه منتخبنا المصري لاي فريق او اي منتخب من الثلاث منتخبات. اروح مع حضرتك بقى لمباراه مهمه جدا وهي مباراه منتخب تونس اليوم ومنتخب جامبيا. من وجهه نظرك شايف المباراة دي هتكون عاملة ازاي وفرص تونس في البطولة ايضا في ظل اصابة عدد كبير جدا من نجوم تونس بفيروس كورونا قبل المواجهتين؟ طيب المنتخب التونسي عنده سبع حالات تأكدت خلاص ايجابية، منهم ثلاث لعيبة مؤثرين جدا، منهم اثنين لعيبة اساسيين ومعالي معلول ووهاب الخزري، ولعيب ثالث بيتواجد دايما كبديل هو غيلان الشعلان. طبعا كل اللاعبين مهمين وكل اللاعبين مؤثرين بلا شك يعني، لكن الثلاثي ده تحديدا هم الثلاثي ابرز الغائبين عن المنتخب التونسي. الوضع في المجموعه كالتالي، تتساوى مالي وجامبيا في المركز الاول والثاني بنفس الرصيد بنفس الاهداف بنفس فارق الاهداف باربع نقاط، تاكد صعودهم للدور القادم. ايضا تاكد صعود المنتخب التونسي بنسبه كبيره، احتماليه ضعيفه جدا جدا المنتخب التونسي يخسر امام منتخب جامبيا برباعيه او خماسيه، فدي احتماليه ضعيفه جدا جدا لان منتخب جزر القمر المرشح ان هو يصعد بثلاث نقاط عنده ماينس 2 وفي مجموعتنا مجموعه منتخب مصر المنتخب السوداني بنقطه وحيده خلاص ما عندوش اي فرص
خرج بره البطوله. احنا بنستبعد اثنين من الثوالث، فالاثنين دول خلاص بره المنتخب السوداني. منتخب جزر القمر، القمر بنسبه ضعيفه جدا جدا الا باحتمالات معقده في المجموعه الخامسه يعني. فالمنتخب التونسي نقدر نقول من دلوقتي ان هو بنسبه 99% هو صعد للدور القادم. لكن اي مركز سيصعد فيه المنتخب التونسي سيتحدد على اساس مباراه اليوم. هيواجه المنتخب الجابي اللي احنا كنا قلنا ان هو مع المنتخب المالي اثنين من فرسي الرهان، اثنين من المنتخبات اللي يعني ننصح الجماهير بمشاهدتهم يعني. المنتخب المالي عنده النهارده مباراه في المتناول بشكل كبير جدا جدا. المنتخب المالي اذا قدر انه يتجاوز المنتخب المتناول فسيتصدر المجموعه. يتبقى في مواجهتين تونس جامبيون، المواجهتين في حاله انتهاء المباراه بالتعادل تتأهل تونس في المركز الثالث وتتأهل جامبيا في المركز الثاني، وبالتالي المواجهات بالنسبة لتونس في الأدوار القادمة تبقى صعبة جدا 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 لأنه هيصعد في المركز الثالث. لكن لو صعد في المركز الثاني لك أن تتخيلي أنه سكته هتكون أفضل بكتير من أنه يصعد في المركز الأول. فيبقى الرهان النهاردة عند مدرب الكبير وكل لاعبي منتخب تونس أنه يقدروا يتجاوزوا منتخب جامبيا، وبالتالي حتى في حالة فوز المنتخب المالي على موريتانيا يصعدوا في المركز الثاني، وبالتالي فرصهم وحظوظهم تكون أفضل في الدور التالي، ويكونوا كمان استعادوا بعض اللاعبين اللي تم تشخيصهم بوزيتيف كورونا خلال مباريات دور ال 16. لكن يبقى ان المنتخب التونسي، وخلينا ناكد ان منتخب الجامبي مش زي المنتخب الموريتاني، وارد جدا المنتخب التونسي يفوز النهارده، لكن مش هتبقى المباراه سهله وفي المتناول زي مباراه المنتخب الموريتاني. المنتخب الجامبي عنده اسامي جيده جدا، عنده موسى بارو، عنده ابراهيم كولي، عنده لعيبه كتير جدا في الخط الامامي منظم بشكل كبير جدا، قدروا يتعادلوا مع منتخب مالي، قدروا يتجاوزوا موريتانيا، فعندهم حظوظ. المنتخب الجامبي مؤمن جدا بحظوظه، اعتقد ان هو هتبقى مباراه صعبه جدا على المنتخب التونسي، لكن اعتقد ان الجيم 50-50 وارد جدا ان هم يتجاوزوا حتى لو تم التعادل اصعدوا في المركز الثالث. لكن خليني اقول لك واكد تاني، المنتخب التونسي بنسبه تتجاوز ال 90% وصعد خلاص للدور القادم، لكن يبقى مباراه ترتيبيه ما بينهم وبين جامبيا الى حد بعيد، خاصه في ظل سهوله مباراه مالي مع موريتانيا. دكتور محمد، يعني خليني اسالك برضو في نقطتين. النقطه الاولى، مين من وجهه نظرك الانسب لينا في دور ال 16 من متابعتك لكل المنتخبات اللي موجوده؟ تاني حاجه، غانا السنغال بتصعد متصدره بهدف وحيد، ويمكن اطلقوا عليها لقب يعني كده أسوأ متصدر من المنتخبات اللي تصدرت يعني مجموعتها. وغانا يمكن لسه كانت فرح بتتكلم عن اندريا ايو وازاي بيتكلم عن ان مش هو ده مستوى المنتخب الغاني. طيب المنتخب الغاني عائله ايو تسيطر على المنتخب الغاني من فتره طويله جدا. صحيح. الاسماء اللي موجوده في المنتخب الغاني، يمكن في لقاء سابق يعني من حوالي شهر او شهر ونص اتكلمنا على انه المنتخبات اللي صعدت للنوك اوتس في العشر منتخبات، انا صنفت المنتخب الغاني انه المنتخب العاشر. ليه صنفناه المنتخب العاشر او اضعف منتخب في العشر منتخبات؟ ما عندوش الاسماء اللي تقدر تخطر. بنتكلم على امارتي، دانيال امارتي في الخط الخلفي، بنتكلم على توماس بارتي والثنائي جوردن ايو اللي بيمروا بحاله من اهتزاز المستوى، عندهم مشاكل كتير جدا في كل الخطوط. اعتقد ان المنتخب الغاني دي كانت نتيجه طبيعيه، كنت معتقد ان هم ممكن يصعدوا كثالث للمجموعه او حتى ثاني للمجموعه، لكن ظهروا بشكل اسوء مما كنا متوقعينه. فالمنتخب الغاني دي نتيجه طبيعيه للاهتزاز والسكواد الحالي اللي موجود للمنتخب الغاني، ما كانش هيروح بعيد في البطوله، لكن كانت صدمه طبعا للجماهير الغانيه بخروج المنتخب الغاني مبكرا. اما المنتخب السنغالي فيمكن الهزه مش هقول فنيا، الهزه النفسيه اللي اصابت المنتخب بوجود اربع لاعبين تم تشخيصهم كوفيد، بالاضافه لاسماعيل اسار اللي كان منتظر ان هو يبقى موجود في الدور الثاني، وحصلت مشكله كبيره جدا بينهم وبين واتفورد لانضمام اسماعيل اسار، وتعهد كتابي من الاتحاد السنغالي انه لن يشترك الا بعد اتمام اجراءاته الطبيه، فاسماعيل اسار وارد انه يبقى موجود في دور ال 16 لسه غير مؤكد. لكن غياب خليدو كوليبالي في الخط الخلفي، ادوارد مندي، ديديو في الخط الامامي يمكن اثر نفسيا، لكن المنتخب اللي بتكلم على سكواد المنتخب السنغالي لن يتاثر بغياب بس ثلاث لاعبين مهما كان حجمهم، خاصه ان الغيابين المؤثرين جدا جدا كانوا في الخط الخلفي، لكن كانت المشكله في المنتخب السنغالي الخط الامامي. وخليني اقول لك ان حتى ركله الجزاء يحيى كانت في 93، بتكلم على منتخب لم يسجل اي هدف من السيت بلاي او من اللعب المنظم يعني في الملعب، وكانوا قاب قوسين او ادنى ان هم يبقى معاهم ثلاث نقط بس باستثناء الهدف اللي سجله
وتحليله ساديو ماني من ركله الجزاء. فالمنتخب السنغالي فعلا هو اسوا منتخب متصدر من حيث الاداء. اعتقد ان هم مع بدايه الادوار الثانيه, ولو حد اتفرج على مباراه السنغال ملاوي, السنغال ملاوي ملاوي اللي هو فريق صغير جدا, كنا بنتكلم على نسبه استحواذ سلبي جدا جدا 79% او 78% للمنتخب السنغالي, 22% للمنتخب ملاوي. ولك ان تتخيل يحيى انه نسبه الدريبلينج او نسبه التسديد كمان على المرمى كانت متساويه. يعني الفريق اللي عنده 22% استحواذ كان قادر يهدد المنتخب السنغالي بشكل كبير. فالمنتخب السنغالي في تراجع شديد جدا, لو ما قدرش ساديو ماني ورفاقه يعني سواء هينضم اسماعيل صار او لا او باقي نجوم المنتخب السنغالي ان هم يستدركوا الامر, اعتقد ان فرصهم هتبقى صعبه جدا ايا كان هيلعبوا مين في الدور الثاني. فالمنتخب السنغالي هيبقى عنده مشاكل كتير, هيلعبوا كابرد تكاد تكون نظريا المباراه في المتناول, لكن كابرد من المنتخبات الجيده. لو السنغال ظهرت بنفس الحاله اللي ظهرت عليها في الدور الاول هيبقوا مهددين بشده ان هم ما يكونوش موجودين. فكرني بقى بالجزء الثاني بالسؤال عشان نسيت اكيد. الجزء الثالث هو السنغال وغانا, والانسب اللي انت ممكن تقابله من سيريليون كوت ديفوار الجزائر, يعني ايه الانسب من الفرق من طريقه لعب ممكن تناسب منتخبنا؟ طيب يعني نظريا مش هقول لك الاكليشيه بتاع الفريق اللي عايز يكسب بقى يلعب اي حد, ومش هقول الاكليشيه ده خالص يعني, لكن خليني اقول لك انه انا مش عايز اروح خالص لمنتخب الجزائر, مش خوفا من منتخب الجزائر, لكن اي منتخب عنده سكواد كويس لما بيكون في عنق زجاجه وبيخرج منه العناصر دي بتبتدي تنطفئ في الدور الثاني, ويبقى المنتخب الجزائري شرس جدا في الدور الثاني مع اي فريق هيلعبه لو صعب, لو قدروا يتجاوزوا منتخب كوت ديفوار النهارده. فانا مش عايز اروح للمنتخب الجزائري طبعا بالاسماء بالترتيب بالرانكينج بالسكواد, انا هروح لمنتخب سيراليون رقم واحد, هروح لمنتخب غينيا الاستوائيه, بعديها هروح لمنتخب كوت ديفوار والمنتخب الجزائري في النهايه. الشكل العام بيوحي ان احنا ممكن نروح اقرب لغينيا الاستوائيه لو كوت ديفوار ما قدرتش تتجاوز الجزائر النهارده. ليه غينيا الاستوائيه؟ غينيا الاستوائيه معظم لعبتها بيلعبوا في الدرجه الثانيه في الدوري الاسباني والدوري البرتغالي عشان هم بيتكلموا اسباني وبرتغالي, عندهم المهارات اعلى شويه من منتخب سيراليون, عندهم القوه البدنيه الاثنين يكاد يكونوا متكافئين في القوه البدنيه. لكن خليني اقول لك انه ان شاء الله ان شاء الله سواء سيراليون او غينيا الاستوائيه ايا كان حالتهم الفنيه والبدنيه احنا قادرين تماما تماما على تجاوزهم. فالاثنين المنتخبين دول تحديدا احنا نقدر نتجاوزهم بسهوله, وحتى لو لعبنا منتخب كوت ديفوار ان شاء الله الماتش يكون في ملعب ده ليس تفاؤلا, لكن حتى منتخب كوت ديفوار عنده مشاكل كتير جدا جدا على صعيد الخط الخلفي, وده اللي هتشوفه النهارده في مباراه الجزائر. رغم ان الجزائر ادت مباراتين وخدت نقطه واحده مع المنتخبين الاضعف في المجموعه, لكن هتشوف النهارده نقاط الضعف الكتير جدا في المنتخب كوت ديفوار رغم انه بيمتلك اسماء كبيره جدا على صعيد الخط الخلفي, كوسونو وايريك بايلي اسامي كتير جدا, ويلي بولي اسامي كتير جدا في الخط الخلفي, لكن عنده مشاكل كتير في صعيد التمركز. الارتداد بيندفعوا بشكل كبير جدا خاصه على الاطراف على الفلانكس, ودي مميز بيها المنتخب الجزائري. فلو ما رجعش المنتخب الايبواري واشتغل بشكل اكثر تنظيما, اعتقد المنتخب الجزائري رغم كل اللي احنا قلناه عن المنتخب الجزائري ده هيتفوق على المنتخب الايبواري النهارده, لكن يبقى اللاعب مين كل الاحتمالات مفتوحه. فخلينا ننتظر لحد بالليل وان شاء الله. اكيد يا دكتور محمد ان شاء الله باذن الله, ودايما بنقول المتعه الكرويه بتتمثل في ان منتخبنا الوطني اكيد يواجه منتخب قوي. يعني كل الجماهير المصريه هتسعد لو المنتخب الوطني بالفعل كان على قدر المسؤوليه ويواجه فريق قوي ونتفرج على كوره حلوه, واعتقد ان هو ده اللي بنامله وهو ده اللي بنبحث عنه, لانه ده المكان الطبيعي لمنتخبنا المصري واللعيبه الرجاله اللي دايما بيمتعونا, وان شاء الله يرجعوا لمستواهم الطبيعي ويمتعوا الجماهير المصريه. شكرا جزيلا الدكتور محمد جمال طبعا المحلل الرياضي للكره الافريقيه, شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. مشاهدينا نستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا واخبارنا, ولكن نستأذنكم فاصل قصير نرجع لكم مره ثانيه, انتظرونا. عودة لحضراتكم مرة تانية, لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا وأخبارنا في صباح أون تايم. وصلنا معاكم دلوقتي لأخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك, ونبتديها معاكم من مصدر كده كشف داخل الزمالك إن مستر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تحدث مع الجهاز المعاون ليه إنه أكيد متضايق جدا ومستاء جدا من مستوى محمود عبد العزيز زيزو ومحمد أشرف رؤى, الاثنين طبعا بيلعبوا في خط وسط نادي الزمالك. ووضح المصدر إن كارتيرون
وضع اللعيبة الاثنين على قائمة اللاعبين الراحلين في نهاية الموسم الحالي، وان أزمة القيد في الزمالك هي بس اللي بتمنعه من ان هو يتخلى عنهم، علشان كده مضطر ان هو يتمسك بالثنائي حتى نهاية الموسم. يمكن حالة الغضب بتاعة مستر باتريس كارتيرون ظهرت بعد أدائهم في بطولة كاس الرابطة زي ما حضراتكم عارفين، ويمكن كمان الجدل اللي أثار حوالين رؤى على الأخص، ويمكن استياء الجمهور الزملكاوي منه ورد فعل رؤى في الملعب تجاه الجمهور أو قلة من الجمهور اللي يمكن يكونوا قالوا كلام تجاهه ضايقه أو زعله. فطبعا الحالة دي كلها بسبب أدائه أو بسبب أداء زيزو. بنتمنى إن شاء الله الأمور تكون على ما يرام، وفي نفس التوقيت أكيد هيكون في مراعاة من مستر باتريس كارتيرون بسبب حالة وقف القيد داخل النادي الزمالك. طيب لسه داخل نادي الزمالك، وحرص باتريس كارتيرون مدير الفني للزمالك على الحديث مع رزاق سيسي لاعب الفريق، وطلب من اللاعب انه يكون بيشتغل على نفسه الفتره اللي جايه عشان يرجع مره ثانيه للمستوى المعروف عنه. واكد كارتيرون لسيسي انه بيضع عليه امال كبيره جدا وبيعتمد عليه كواحد من الاوراق الرابحه للفريق، وكمان وعد رزاق كارتيرون ان مستواه هيرتفع مع تتابع المباريات، خاصه وانه كان بعيد عن المشاركه في المباريات بسبب الاصابه، فاكيد هيرجع مره واحده تدريجيا او الاداء هيتطور بشكل تصاعدي يعني، وده اللي بيتكلم فيه كارتيرون مع رزاق سيسي. نروح مع حضراتكم دلوقتي لخبر بالتأكيد حصري لصباح اون تايم، والخبر ده بخصوص نجم من نجوم نادي الزمالك وخط وسط الزمالك وهو طارق حامد. طارق حامد قال واحد كده من المقربين منه إن شروط تجديده لنادي الزمالك القلعة البيضاء في الفترة القادمة هيكون إيه؟ أكيد بعض الأمور المادية اللي لن يتنازل عنها، إن هو بيرغب في الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، وده جانب طبعا إن هو يكون عقده مع النادي لمدة 3 مواسم. كمان وضح اللاعب إنه لن يضع شرط جزائي في عقده في حالة حصوله على المقابل المادي اللي طلبه من نادي الزمالك. طبعا اكيد اللاعب بقيمه طارق حامد ووجوده مع نادي الزمالك، اللاعب يعني كبير جدا طارق حامد، ومن اللعيبه يعني عمود من الاعمده الاساسيه طبعا اكيد يعني، واكيد هيبقى في التجديد ليه سواء لثلاث مواسم او ترديد طارق حامد بالرقم اللي هو طالبه اكيد هيتم من خلال يعني. اعتقد نوعيه اللعيبه دي يحيى كمان بيكون زي ما بتقول كده ايه، بيوصلوا ان هم يرضوا اللاعب في نفس التوقيت طبعاً، ياخد فعلا اللي يستحقه. وطارق حامد اعتقد ان هو لا يقل عن اي لاعب من اللعيبه اللي بيعتبروا وبيجوا في المستوى الاول سواء اذا كان بالنسبه للعقود، فاعتقد ان هو يستحق وهيكون في يعني حاله كده تراضي ما بينه وما بين مجلس الاداره في اسرع توقيت. طيب خلينا نكمل اخبارنا. بيواصل طارق حامد وعمر سعيد ومحمود عبد العزيز ثلاثي الفريق الاول بنادي الزمالك اداء البرنامج التاهيلي والعلاجي الموضوع ليهم من قبل الجهاز الطبي للفريق، وده بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزهم للعوده مره ثانيه للتدريبات في الفتره اللي جايه. وخاض 3 لعيبه تدريبات علاجيه وتاهيليه داخل صاله الجيم على هامش كده ميران امس اللي كان على ملعب عبد الحفيظ ابو رجيله استعدادا لمواجهه غزل المحله. بيعاني طارق حامد من عبد اللطيف ابو رجيله بيعاني طارق حامد من اصابه بكدمه في الركبه، بينما تعرض محمود عبد العزيز لاصابه بشد في العضله الضمه، وبيعاني عمر السعيد من اصابه بشد في العضله الاماميه. بنتمنى طبعا العوده سريعا لكل اللعيبه اللي موجوده. نروح مع حضراتكم كمان بقى للعروض اللي بتيجي للعيبه داخل نادي الزمالك، ونفى مجلس اداره الزمالك وصول اي عروض رسميه لضم سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الابيض. وطبعا اكد مجلس الزمالك ان كل ما اثير عن عروض للاعب لا اساس لها من الصحه، وكمان شددوا ان رحيل سيف في هذه الفتره امر صعب جدا للغايه في ظل ازمه توقف القيد اللي بيعاني منها النادي. واعتقد انه ده اسلوب متبع دايما لما بنشوف لعيبه سواء اذا كانوا في قدمي الكره المصريه سواء اذا كان زمالك او اهلي بيتالقوا بشكل كبير في البطولات مع منتخباتهم، بنلاقي العروض بتنهال او حتى الشائعات بتنهال للعيبه دول. فطبعا هنبتدي نسمع كمان خلال الفتره القادمه عدد كبير جدا من نجوم الزمالك والاهلي العروض بتنهال عليهم والشائعات تنهال عليهم ايضا.
طيب خلينا نروح من اخبار نادي الزمالك كلها اخبار نادي الاهلي، ونبتدي مع حضراتكم من اتحاد كره السله اللي بيوقع غرامات ماليه على كل من احمد ياسر لاعب الزمالك وعمر عزب لاعب النادي الاهلي على خلفيه طبعا احداث مباراه القمه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 86-85. واوصت لجنه المسابقات باتحاد كره السله بتوقيع عقوبه على اللاعبين، واعتمدها مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه، وجاءت كالتالي: تغريم احمد ياسر عبد الوهاب لاعب الزمالك مبلغ مالي قدره 20,000 جنيه، وتغريم عمر عزب لاعب الاهلي مبلغ مالي قدره 10,000 جنيه. اعتقد يا يحيى يعني هنا بنتكلم على الغرامات الماليه الخاصه بالمباراه، كانت من المباريات المهمه جدا وهي الأثار حواليها جدل بعد انتهاء المباراة. طبعا قدر يحسمها النادي الأهلي في الثواني الأخيرة بنقطة واحدة فقط، وطبعا كانت صدمة كبيرة جدا للنادي الزمالك. وطبعا حالة التخبط اللي انت عارفها اللي بيعيشها نادي الزمالك خصوصا بعد رحيل المدير الفني بنادي الزمالك طبعا للسلة وقدوم المدير الفني، ولكن بعد المباراة كل الحالات دي طبعا أثرت بشكل كبير جدا. ولكن دايما بنقول بنتمنى انه مباريات الأهلي والزمالك في كل اللعبات تعدي دايما على خير، الروح الرياضية دايما اللي بنسعى عليها في المواجهات دي على الأخص. ودايما بنقول القوانين الردعة والقرارات وأيضا العقوبات دايما اللي بتضع حد لمثل هذه الأمور. نروح مع حضراتكم ايضا للموزمبيقي لويس موكيسوني نجم النادي الاهلي اللي خضع لمسحه خلال الساعات الحاليه عقب وصوله من بلاده الثلاث الماضي، وده علشان يقفوا على حالته قبل الانتظام في تدريبات المارد الاحمر اليوم الخميس. نروح معاكم لكابتن سيد عبد الحفيظ اللي اعلن عن سلبيه مسحه موكيسوني لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم بالنادي، ولكن ده قرر خضوعه لمسحه جديده فور العوده من بلاده، ومنح موسيماني المدير الفني للاهلي لاعبي الفريق راحه سلبيه تماما من عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيره، وذلك في اطار الاستعدادات لمنافسات كاس رابطه الانديه. طيب في نفس السياق بيدرس موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي الاستعانه ببعض العناصر الاساسيه خلال مباراه الفريق اللي جايه امام المقاولين العرب المقرر ليها يوم الجمعه المقبل بمشيئة الله ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، عشان يجهزهم للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها طبعا بالإمارات مطلع شهر فبراير اللي جاي بإذن الله. وخاضنا النادي الأهلي مباراتي الجونة والإسماعيلي مجموعة من اللاعبين الشباب بسبب الإصابة لبعض اللعيبة بعد تعرض كمان المغربي بدر بنون مدافع الفريق للإصابة واستبعاده من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا، ويمكن بسبب كمان تداعيات إصابة فيروس كورونا مرتين على التوالي ففضل إراحته، وكمان إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر. فموسيماني حابب ان هو يكون بيدفع باكتر من لاعب من العناصر الاساسيه بجانب العناصر اللي موجوده اللي يمكن تم اكتشافها او تم اتاحه الفرصه ليهم في الماتشين اللي فاتوا مع النادي الاهلي. حلو ان يبقى موجوده فرح، يعني كنت بتكلم في نقطه مهمه ان يبقى معاك 2-3-4 لعيبه من اللعيبه الكبار اصحاب الخبرات بجانب اللعيبه دي، ما تديش مره واحده 10 لعيبه كلهم صغيرين، يعني اعتقد على الاقل في كل خط يبقى في لاعب خبره عشان يستفيدوا منه. اعتقد ده كمان شفناه في مباريات الاهلي وشفناه في مباريات الزمالك زي ما انت بتقول يا يحيى، وده بيفرق كتير جدا مع الخبرات الصغيره لانها بتاخد مش طبعا. بس خبرات بتاخد ثقه كمان طبعا. يعني انا كلاعب صغير ناشئ ابتدي العب جنب لاعب عنده خبرات هاخد ثقه في الملعب صحيح. وده هيبان اكيد في ارضيه الملعب. فاعتقد انه ده لو اتبعه موسيماني او اتبعه مستر باتريس كارتيرون في مباريات كاس الرابطه مجموعه اللعيبه الناشئين هيستفادوا من الخبرات اعتقد طبعا. الفتره المقبله ويمكن الاعتماد عليهم سواء اذا كان في المباريات الخاصه بمسابقه الدوري الممتاز باذن الله. نروح مع حضراتكم كمان بقى لحسين الشحات، وفتح مسؤول النادي الاهلي باب المفاوضات مع حسين الشحات جناح الفريق علشان يجددوا له عقده مع القلعه الحمراء، وبترغب اداره النادي الاهلي في اضافه 3 مواسم جديدة في عقد الشحات مع القلعة الحمراء بخلاف الموسم المتبقي، وبترغب الإدارة الحمراء في خطوة تجديد عقد حسين الشحات، وده من أجل قطع الطريق على الأندية الخليجية الراغبة في ضمه. بيعتبر طبعا حسين الشحات من العناصر أكيد الأساسية اللي بيعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة موسيماني في الفترة الماضية، وطبعا في ظل تألقه أكيد نادي الأهلي بيرغب في تجديد التعاقد معاه مرة أخرى.
طيب لسه اكيد، واكيد حسين الشحات واحد من اللعيبه برضو اللي يمكن كان على فترات كده بيكون مستواه بعيد شويه، بس بيرجع مره تانية اعتقد ان هيكون بيكمل مع النادي الاهلي، ويتم التجديد لحسين الشحات واحد من اللعيبه اكيد المهمه والمؤثره مع النادي الاهلي. حتى ويمكن لو يمكن كلام بيتقال يا يحيى، يعني زي ما انت بتقول كده ايه، فتره نلاقي يقول لك لا مش هيجددوا له، لا هيجددوا له. احنا كان معانا خبر ايضا يمكن امبارح كنا بنتكلم على حته انه ممكن يكون في تباطؤ شويه او تاجيل شويه للملف ده، لكن واضح لا انه النادي الاهلي بيرغب ومتحمس للتجديد ليه. فاعتقد يعني التذبذب مستوى اللاعب لا غنى على انه هو يكون متواجد او يستكمل مسيرته. اكيد طبعا. طيب خلينا نكمل مره تانية اخبارنا ونروح لواحد من لاعبتنا المحترفين طبعا في جلاتا سراي التركي مصطفى محمد، وان في كلام كتير ان ليون الفرنسي بيضع مصطفى محمد في الخطه البديله حاله فشل التعاقد مع المهاجم الايراني واللي كان بيلعب طبعا في صفوف زنت الروسي. والتقرير اكد ان اشبيليه كمان بيراقب اللاعب من نادي هيرتا برلين الالماني، عنده رغبه في ضمه، ولكن في فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه بنتمنى اكيد افرح كل التوفيق لمصطفى محمد، واحد مفرح من اللعيبه اللي بتمنى له نشوف نفس مسيره محمد صلاح، بيكون صحيح بينتقل من جلاتا سراي ايا كان بقى الدوري الفرنسي او ايا كان الدوري الالماني، يطلع كده بره شويه. هو بيتفرج على مصطفى محمد فعلا بصراحه يا يحيى امبارح وهو في قلب الملعب كده وتتفرج عليه وعلى فرصته طبعا الضائعه مع المنتخب المصري امبارح امام منتخب السودان، ولكن انت فخور طبعا ومتحمس له جدا لعيب قوي. وقاعد تفكر وانت بتتفرج على لاعب بالطموح ده وهو قد ايه جه زي ما بنقول من بعيد جدا، لاعب كان بره ناشئين طبعا الزمالك، خرج يعني ما لحقش طبعا ان هو يكون متواجد بشكل كبير جدا، ولكن ان هو يلعب سواء اذا كان في طلائع الجيش يلعب في الداخليه يتالق هنا وهنا هنا يكتسب الخبرات، وفي نفس التوقيت يرجع لنادي الزمالك، يمكن نادي الزمالك ما لحقش كمان ان هو يستفيد منه بالوقت الكافي، ولكن تحس كده ان اللاعب ده عنده هدف، في لعيبه تحس ان هم حاطين هدف قدامهم. هو مركز مصطفى لسه صغير وعنده لسه كتير قوي يا فرح، ويمكن يعني علاقتنا بمصطفى ومعرفتنا بيه كمان بره الملعب اعتقد لا مصطفى عنده طموح ان هو يروح لابعد من كده بكتير جدا، يعني يمكن جلاتا سراي هو واخدها محطه عشان يبقى موجود، فبنتمنى له اكيد كل التوفيق، واتمنى ان يكون ان هو موجود في الدوري الفرنسي ويكون الكلام فعلا موجود، ونتمنى له التوفيق كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. صحيح. نروح مع حضراتكم دلوقتي بقى لإجابات سؤالنا النهاردة على حضراتكم، واللي أكيد جات لنا توقعات كتيرة جدا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. سؤالنا لحضراتكم كان بيقول توقعاتكم إيه نتيجة يعني كنا عايزين نعرف حضراتكم رأيكم إيه في أداء منتخبنا المصري. خلاص توقعات انتهت، توقعات خلصت والماتش خلص كركدي خلص والدنيا خلصت. نروح مع حضراتكم دلوقتي ليه رأيكم في أداء منتخبنا المصري أمام منتخب السودان، وجات لنا تعليقات وكان أبرزها كالتالي. مجدي بيقول الفوز والصعود بيغطي على أداء سيء. أحمد كمان بيقول صباح الخير عليك يا صباح الفل عليك، أبو حميد بيصب عليك برضو يا فرح صباح الفل، وبيقول أداء منتخب مصر أمام السودان غير مرضي، وأتمنى أن الأداء يتحسن في المباراة اللي جاية، وبالتوفيق لمنتخبنا. أمين بيقول في تحسن في الأداء لكن تحسن طفيف، ونقل الكرة في بطء شديد لازم أسرع من كده. طيب يعني دي كانت بعض التصورات او بعض وجهات النظر للناس على السوشيال ميديا بعد طبعا مباراه منتخبنا امبارح امام منتخب السودان. بنشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على المتابعه، بشكرك يا فرح، شكرا جزيلا، بشكرك يا احمد دايما بسعد بوجودي معاك، وان شاء الله كده دايما نكون بنقدم لحضراتكم كل دي. هجيب لك الكركديه، هجيب لك جايبه لي ميه المره دي وجايبه لنفس الكركديه المره، لا هجيب لك كركديه زي المره اللي جايه. ماشي. نشوف حضراتكم باذن الله وحلقه جديده من صباح اون تايم يوم السبت القادم ان شاء الله.